مساء الخير والهنا والسعادة والرزق والبركة والنعمة على كل حبايبنا وكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة في حلقة النهاردة من الستات ما يعرفوش يكذبوا. يوم جديد، فرصة جديدة، أحلى دايما في الحياة. ومسي على معها اللي بتوحشني. انتي وحشاني جدا جدا، وسعيدة ان انا معاكي النهاردة وبكرة. أنا صح، احنا بكرة مع بعض. النهاردة وبكرة، ايوة، ولازم نبقى مع بعض كتير. توحشيني وانتي كمان. ان شاء الله تبقى حلقة حلوة ويوم ايه؟ ويوم هادي ونادي. سبتها لها النهاردة. ايوة سبتها لي النهاردة. يوم هادي ونادي ويوم حلو وكله خير وبركة ورزق. والنهاردة حلقة حلوة. تابعونا، ما تروحوش في اي حتة، خليكم قاعدين، هتنبسطوا. عندنا اخبار كتير مهمه وعندنا مواضيع كتير مهمه جدا، هتنبسطوا منها قوي النهارده ان شاء الله. احنا طبعا في البدايه كده نقول كل سنه وكل المصريين بخير. امبارح احتفل المصريين بعيد القيامه، وكان على راس قداس العيد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه في الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه. وشارك في حضور القداس عدد من الشخصيات العامه والوزراء وائمه الازهر والاوقاف والاقباط، واستقبل اداء قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه المهنئين بعيد القيامه المجيد في المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية. وتوافد الأقباط من جميع الإبراشيات لتهنئة قداسة البابا بالعيد، وشهدت الكاتدرائية المرقسية حضور كتير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعلى رأس القداس البابا تواضروس زي ما ذكرت لحضراتكم. بعت كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد النهاردة الأحد. وقال سيادة الرئيس من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، قال كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد. كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته، وأن يمن علينا بالخير الخير والبركة والازدهار. كل سنة وإحنا كلنا يا رب أيامنا كلها خير، في سعادة، في هنا، في رزق، في أعياد، في أفراح. أيوة طبعا. وكمان احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، وده كان في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريا زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية وعدد كبير من الشخصيات العامة والنجوم والوزراء والمحافظين، وكمان عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ. كل سنة وإحنا دايما بخير يا رب. تعالوا نروح نشوف جزء من الاحتفالات ونرجع لكم تاني. الحقيقة أنا يعني موجود وحريص على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة وهم طيبين. يعني بعد صيام طويل النهاردة بيبقى، يعني إن شاء الله النهاردة بالليل يبقى في فطر ويبقى في عيد. زي ما حضرتك عارف الصيام قيمة روحية ودينية موجودة عند كل الأديان، ويعني ده يعني لأن الأديان كلها من عند ربنا. مصر بلد المواطنة، مصر بلد المساواة. احنا حريصين دايما على تقديم التهنئة لإخواتنا الأقباط. أقدر أقول إن أعياد الأقباط هي أعياد للمسلمين، وأعياد المسلمين هي أعياد الأقباط. كل سنة وكل المصريين طيبين في كل ربوع مصر. إن شاء الله يبقى اليومين دول كده البركة تزداد وتحل أكثر على كل ربوع مصر، وأهالينا الأكثر فقرا والأكثر ضيقا والمرضى واللي ظروفهم مرتبكة، تكون الأيام ديت بركة وتحل عليهم كده بالخير والسعادة. وزي ما الناس فرحانة في أماكن، يبقى كل أماكن مصر تعم عليها الفرح. وإحنا يعني بنتمنى دايما لكل أهالينا الخير، وكل سنة وانتم طيبين لكل المصريين. كل سنة وحضرتك طيبين. طبعا احنا بنقدم خالص التهاني لإخواتنا وشركائنا في الوطن. احنا حريصين في هذا اليوم كمسلمين مصريين نكون مع حضراتكم، بنقدم التهاني وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. شركائنا في الوطن محبينا، اليوم ده بيمثل لينا يوم عظيم. بنحرص دائما على الحضور لتقديم التهاني لحضراتكم ونشارككم في عيدكم المجيد. كل سنة وحضرتك طيبين. احتفال بيكشف عن الحضور، كاشف عن طبيعة الشعب المصري زي ما
اتقال بالظبط النهارده وتنوع كل المصريين بيتشاركوا، ودي اعتقد رساله مصريه بتقول اننا كلنا مجتمعين في الاحتفالات زي ما كلنا مجتمعين في كل ما نواجهه من صعوبات، ايضا بنجتمع في احتفال عيد القيامه. كل سنه وكل المسيحيين المصريين طيبين، كل سنه وكل المصريين طيبين بمناسبه عيد القيامه. الحقيقه اسمحي لي ان انا يعني بعد هذا الحضور وهذه الدعوة الكريمة واللي بتؤكد ان احنا الوطن والشعب نسيج واحد، مسيحيين ومسلمين بيشاركونا في اعيادنا واحنا بنشاركهم، واحنا كلنا مواطنين واخوة على هذا في هذا البلد. انا متشكر جدا، ده نمرة واحد، واحلى يوم بقضيه مع المصريين في احتفال مشترك، كل الناس موجودة وكل حد موجود، وكل سنة وانتم طيبين. طيبين كل سنة وطيبين، ومصر كلها طيبة، مصر كلها بخير، والرئيس بخير، واحنا كلنا واحد. النهاردة احتفال هام جدا، شفنا مصر قيادة سياسية ومفكرين ودبلوماسيين وأعضاء برلمان ومجلس شيوخ وقيادات دينية ومجتمع مدني، الكنيسة مليانة بالمصريين من كل الاتجاهات ومن كل الأديان. مصر بلد جميلة ورائعة، الناس جت برغبتها بإرادة حرة عشان تشاركنا فرحة العيد. زي ما شفتوا دايما المصريين زي ما يقولوا بالبلدي كده بنتلكك على اي مناسبه عشان نثبت لبعض ان احنا بنحب بعض وحريصين على بعض وحريصين على بلدنا وحريصين على علاقتنا ببعض. عمر ما حد سال انت ايه، احنا في الاول في الاخر مصريين، وربنا يا رب يجمعنا دايما وما يفرقنا ابدا، ونفضل كده نموذج قدام العالم كله. كمان اللي لازم يشارك معانا والحاضر دايما في كل المناسبات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قرر يشارك اخواتنا الاقباط احتفالات عيد القيامه وشم النسيم، وخاصه الفئات الاولى بالرعايه. وبدات امانه التحالف للعمل الاهلي التنموي في محافظه اسكندريه بدات بالفعل ان هي توزع مواد غذائيه على الاسر الاكثر استحقاق، وطبعا ده مش جديد على التحالف ولا على النشاط اللي بيقوم بيه التحالف دايما في كل مناسبه وفي كل مكان، بتلاقيه دايما موجود ودايما حاضر ودايما في اول الصفوف بيساعد ويحاول ان هو يقدم ايد العون دايما لكل المصريين علشان يحسن ظروفهم ويحسن حياتهم. شكرا للتحالف الوطني. فعلا احنا بنشكر التحالف الوطني، دايما زي ما انت قلتي موجود ودايما بيقدم مساعده، ودايما بنشوف صوره حلوه جدا زي ما احنا شايفين اهو على السكرين دلوقتي معانا. بنحييهم وبنشكرهم وبنقول لهم هم خليكم ايه مكملين كده. هنروح لخبر مهم يهم كل ولادنا واولياء الامور قبل امتحانات الامتحانات، في اقبال كبير من الطلاب على المراجعات النهائيه اللي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها بمختلف المديريات التعليميه للصف الثالث الاعدادي والصف الثالث الثانوي بدايه من شهر مايو الجاري. الحقيقه المراجعات النهائيه المجانيه لطلاب الشهادتين الاعداديه والثانويه العامه اللي انطلقت بدايه شهر مايو الجاري بتيجي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة اللي بتقدمها وزارة التربية والتعليم، ده عشان تحقق أفضل تحصيل دراسي للطلاب، من بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانا لمختلف المراحل الدراسية، ده على موقع الوزارة، فضلا عن تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية. كمان في تعاون مهم جدا بين وزارة التربية والتعليم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان بمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي، وده على برنامج مصر تستطيع على قناة دي ام سي، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل يكون أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا. يعني زي ما انتم شايفين كده مفيش حجة ومفيش مناسبة ان احنا ندفع فلوس كتير هادر، سواء في دروس خصوصية ولا في سنتر تعليمي، ولا ان احنا نبقى حاملين الهم. كل الوسائل اللي موجودة لدى الدولة بتسخر من أجل ولادنا،
طلاب الثانوية العامة، بس الفاضل بقى والدور والباقي عليهم زي ما بيقولوا عليهم هم السعي والاجتهاد. جهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية علشان تخفف على الأسر المصرية. دكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، ومن خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعالية واستهدافا وتأثيرا على حياة الناس. كمان أكد وزير المالية أنه تم مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية اللي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية، وده علشان يكون الدولة متسقة مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة اللي جاية إن شاء الله، وكل ده في إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة جدا اللي بتتداخل وتتشابك طول الوقت فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر بشكل عام. في بقى موضوع مهم جدا يعني هنروح له دلوقتي، موضوع اجتماعي بنات بتتكلم عنه مؤخرا، هو ازاي اتعامل مع حماتي الفضولية واللي بتتدخل في تفاصيل حياتهم سواء في فترة الخطوبة او في الجواز. المهم في شوية نقط بسيطة وسريعة بتقولك ازاي ممكن تتعاملي بشكل بسيط عشان تبقى حياتك من غير مشاكل. قربي منها، افهميها كويس، يعني صاحبيها، اهتمي بيها كويس، خاصة في المناسبات الخاصة لازم تحطي انتي يعني بنفسك شوية، يعني تعملي لحياتك خصوصية، لكن برضو لازم تبقي بتوديها، لازم يبقى عندك طريقة معينة تعبري بيها عن مثلا لو انتي متضايقة من حاجة هي عملتها، لو سألتك عن حاجة خاصة في حياتك أو حياة ولادك وانتي مش عايزة تقولي خدي وقتك وفكري وفي رد دبلوماسي، شغالي مخك يعني شغالي مخك، ما تبقيش ايه، خليكي مرنة، خليكي كده سهلة سلسة، وفي نفس الوقت ما تاخديش كل حاجة على أعصابك. رأيك ايه؟ بتضحكي ليه قوي كده؟ انت المفروض فهماني، اصل هي هتبقى البنوته لسه يا دوبك داخله مخطوبه، لسه ما لحقتش تتجوز، ما طلعتش من البيضه، يعني بنت امبارح لسه، وتقول لك خصوصياتي. خصوصيات ايه؟ انت لحقتي يبقى عندك خصوصيات؟ وبعدين انت لازم تميزي ما بين حاجتين وتصفي النيه، ولازم تعتقدي في البدايه ان اللي قدامك نيتها كويسه، ممكن تكون فرحانه بيكي، ممكن تكون عندها اولاد بس مثلا، او ما عندهاش غير الابن ده وما خلفتش بنات، فهي شايفه ان بقى عندها دلوقتي ولد وبنت، فبتتعامل معاكي زي ما امك بتتعامل معاكي، هي فرحانه بيكي، فما تعتقديش ان فرحتها بيكي هي تدخل في خصوصياتك اللي هي لسه ما حصلتش اساسا. فصفي النيه وقدمي حسن الظن، يمكن يكون فرحانه بيكي فعلا. عندي سؤال، كملي وعندي سؤال. الحاجه الثانيه انه خلاص انت دخلتي في الجوازه وبدات ان هي ايه، ممكن تكون هي عندها احساس بالوحده على فكره، ممكن تكون هي عايزه ونس، فكل شويه تلاقيها بتكلمكم عاملين ايه يا اولاد، كويسين، طب ما تيجوا، طب ما اجي، طب ما نعمل، ما هي يا عيني ممكن تكون زهقانه، ممكن تكون حاسه بالوحده، فقدت زوجها، او حاسه ان ابنها ده اللي كان مالي عليها حياتها كده، جت الغيبه خدته ومشيت، فهي عايزه تتونس بيكم، طب ما تحققي لها ده، ما تحققي لها ده وتكسبي فيها ثواب، ده انت بكره هتبقي ام وبكره هتبقي حما. حسي باحساسها وحبي اللي يتعمل معاكي، اللي انت عاوزه يتعمل معاكي اعمليه معاها. اما بقى لو كانت هي داخله الجوازه برجلها الشمال من الاول وداخله عشان عايزه تتحكم وتسيطر وتقول ايه اللي يتم وايه اللي ما يتمش وده وده لا، هنا اول ما تلاقيها بتبتدي تتدخل في خصوصيات عميقه شويه في حياتك الزوجيه هتبتسمي، ادعي لنا يا طنط. طب تسالك طب عملتوا ايه مثلا امبارح؟ خير ان شاء الله. طب انتوا رايحين فين مثلا بكره؟ قاعدين، مش قولي يا مسهل. عارفه حاجات بقى من النوعيه دي، فضفاضه براح كده، ما تزنقكيش في كورنر، لكن مش لازم تقفشي وتتخانقي وما تروحيلوش. انا لسه قايله الكلام ده امبارح، مفيش حاجه اسمها يا انا يا والدتك والكلام ده، عشان لو انت قلتي يا انا يا والدتك اعرفي ان الاجابه هتكون هي طبعا. ولو هو عمل غير كده يبقى بحق طبعا. لا خايبه قوي انا والدتك دي، ما في بنات بقى بتبقى غبيه شويه، يعني انا اسفه طبعا يقول غبيه دي، بس انا والدتك اكيد والدته، ولو هو عمل غير كده يبقى مش هيبقى ليه خير فيكي ابدا. بس اللي انا بقى بقوله
في ساعات بنات يعني بتبقى داخله مقبله على الحياه جدا وعايزه تصاحب الام جدا وعايزه تبقى لذيذه وبعدين يحصل العكس، يعني تلاقيها مثلا ايه خدت الموضوع ده ان هي بقى تتحكم فيها وان هي تقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه وتتدخل في كل حاجه. في حموات كده، في حموات لذيذه وظريفه ومساعده ولطيفه وفي العكس. يعني الحما الذكيه تدخل على اساس ان هي بتقترح، يعني مثلا احنا عندنا الطفل الاولاني ده يا عيني ياما بيشوف وبيعاني وبيقاسي مع الامهات لان الام بتجرب فيه. طب يا بنتي لو انت عندك حما فاهمه وواعيه وجت قالت لك لا بصي مثلا ما تعملوش كذا اعملي له كذا وبلاش تدي له كذا ادي له كذا، طب ما تستفيدي، لا دي معي خبره. دي طيب دي مالك متضايقه ليه؟ ايه اللي يضايق في كده؟ تقول لك بتتدخل، طب ما تتدخل. لا في مثلا واحده بتبقى عايزه مثلا تعمل هي لنفسها هي وجوزها حياه خاصه حقها بالظبط، واكيد البنت بطبيعتها هتكون اقرب لامها من الحما مثلا. صحيح. فبتلاقي مثلا ساعات الحما تتدخل وتفرض رايها وبيبقى يعني بقى الغلبان في النص الراجل بقى هو اللي يعني ايه بين الاثنين، فلو حصل كده برضو بتبقى غم ونكد. ما نحطوش يعني حاولي تشغلي مخك، يعني شغلي مخك كده وكوني مرنه بس تعمل برضو ايه باوندريز كده، حدود لطيفه كده، حدود ما تزعلش، حدود شفافه مش متشافه ومش قابله ان حد يصطدم بيها. يعني ما تصطدميش، زي ما قلت لك هي إيه الابتسامه متصدره على وشك طول الوقت كده كده، اي بس سالتك سؤال انت مش عايزه تجاوبي عليه او اتدخلت في حته انت مش عايزاها تدخل فيها ابتسمي دعواتك يا طنط، والله ده احنا ماشيين بخيرك، والله ماشيين بدعواتك، ادعي لنا ان شاء الله خير، ربنا يسهل، هنشوف. الله ايه الحلاوه دي يا مسهل، ايه الحلاوه دي، بس كده بس كده، خليكي بقى ايه مرنه. عندنا عندنا كمان قصه حلوه قوي على عامله ترند على السوشيال ميديا بس المره دي في الجزائر، وهي ترند العريس. العريس ده قرر يعمل ايه؟ قرر يجيب هدية لعروسته يوم الفرح غير تقليدية خالص. الهدية كانت عبارة عن ان هو اهداها نجمة في السماء تحمل اسمها، وده باعتبار ان العروسة نجمة من السماء في حياته، والناس على السوشيال ميديا عجبتها الحكاية دي قوي. الفكرة بتاعت انك تشتري نجمة لحد وتكتبها باسمه دي على فكرة موجودة من زمان، من اول 2002 من اول ما بدأنا نسمع عنها، كانت في الفيلم الامريكي بالظبط كده. برافو عليكي، متابعة ما شاء الله بنتنا مثقفة. لما البطل في الفيلم ده قرر ان هو يهدي البطلة نجمة من السماء، ومن هنا كانت بداية انتشار الفكرة ما بين الناس. انت تحبي احمد يجيب لك نجمة من السماء؟ نجم يديني نجمه من السماء يعني اسمي روحي قولي له انا عايزه نجمه من السماء النهارده. والله العظيم اكتبها لي النهارده، انا عايزه اي حاجه. هو الحقيقه انت نجمه في حياه الناس كلها وفي حياته. نجمه انا نجمه. انت نجمه كده كده. لا بس هي فكره حلوه طبعا، بس هي مش جديده. هي نجمه من السماء دي يمكن ما نبقاش احنا سمعناها كتير هنا، بس هي موجوده زي ما ايمان قالت بقى لها فتره، وبتاخدي بيها كده زي شهاده كده، ورقه كده يعني هطلع ادور عليها. انا عارفه مش عارفه، بصي هي تبان قوي ان هي رومانتك، يعني رومانسيه قوي الفكره. نجمه من السماء وبتاع. بس يعني عايزه بقى لو هي راصحه انا عايزه ذهب. انا عايزه نجمه ذهب او المان، حاجه شايفاها كده وماسكاها بايديا او نجمه المان. انا يا فرحتي، ما ممكن يقول لي اشترى نجمه من السماء وانا احب ابقى نجمه في حياتي. اقعدي دوري بقى بالليل بقى، عارفه امسك بقى كل يوم التلسكوب واقعد ادور. كلام مش بس يعني ربنا يسعدك. ما ياكلش عيش نجمه من السماء دي، ما تاكلش عيش معانا يا جماعه. في كمان قصه منتشره على السوشيال ميديا لفتت انتباهنا، وبعيدا عن انها حصلت ولا لا بس فكرتها عجبتنا الصراحه، وقلنا ان احنا نتناقش فيها معاكم على الهواء. القصه عن مدرسه قررت انها تشجع الاطفال على حلمهم، وسالت كل واحد نفسك تكون ايه لما تكبر، الا قال لها مهندس، في قال لها طيار، قال لها دكتور. المهم هي جمعت الاطفال اللي عايزين يكونوا مهندسين مع بعض، واللي عايزين يكونوا دكاتره مع بعض، وبدات تخليهم قريبين من بعض وتنادي عليهم بالالقاب دي. العقاب لاي حد منهم يكون انها تسحب اللقب ده وتبعده عن المجموعه بتاعته. من هنا الاطفال بداوا يحسوا بالغيره من بعض، بداوا يذاكروا ويهتموا بدراستهم،
عشان يحققوا حلمهم. انت رايك ايه في الفكره دي؟ والله بصي انا شفت البوست ده، هو موجود على السوشيال ميديا، بيقال ان دي مدرسه في اسكندريه. يعني احنا حاولنا نتكلم عن المغزى من الموضوع. فكره الضرب بالخرزانه والماده على الرجلين ده حاجه خلاص عفى عليها الظهر، والضرب مش اسلوب تربوي لا في المدرسه ولا في البيت ولا في اي حته، لانه في الاخر انت بتتعاملي مع طفل احنا يعني بنكونه وبنبني شخصيه. كل مره الطفل ده او الطفله هيضرب فيها اعرفوا انه بيفقد حته من كرامته، حته من انسانيته، حته من ادميته، وحته في حته هيكبر هيبقى معدوم الشخصيه وامعه ومنساق ومنبطح ومنسحق وملوش اي، خلاص انت طمستي هويته، دمرتي ملامحه الانسانيه. فهو اتعلم انه يا اما يقول ايوه نعم طيب حاضر، يا اما يتضرب. خلاص هو المايند سيت او التركيبه الذهنيه هو تعود على كده، فهيكبر هيبقى هذا الشخص معدوم الشخصيه اللي مش هيحقق في حياته اي نجاح. هي هنا لعبت على الحلم. الحلم النهارده انا بقول لك يا دكتور، وانت لسه مش شبتش بالارض يعني لسه شبر ونص، بقول لك يا دكتور بكره انت ما عملتش اللي عليك فلا تستحق اللقب ده، فهيتاثر نفسيا. انا حلمي بيروح مني. فتعلم ان هو يفضل ورا حلمه ويتعب عشان حلمه ويسعى ويخاف عليه لا يضيع منه. وهنا هي حطت قاعده مهمه جدا جدا، مهمه ان احنا نحطها لاولادنا سواء في البيت او في المدرسه. فالمدرسه دي كل التحيه والتقدير ليها. شايفاها جميل، انا شايفاها فكره حلوه جدا، كرييتيف قوي، بس ايه يعني حساسه برضو شويه، ان لازم نتعامل معاهم برفق شويه، ما تبقاش الموضوع لو ما عملش حاجه خلاص امشيه. يعني فيها سنس كده شويه ان ايه ابقى بالراحه عشان ما فاهمه يعني ما بقاش لا خلاص انت طلعت من الجروب بتاع الدكاتره او طلعت من الجروب بتاع مثلا لاعبي الكوره او طلعت من الجروب بتاع المهندسين او وات ايفر. لازم يبقى ايه بسنس شويه، مش ما اكونش حازمه قوي فيه عشان برضو ما يتعقدش. عايزه ايه سنس طبعا. كان في نقاش مهم معانا في صالون الستات والرجالة عن أزمة منتصف العمر. الحقيقة جات لنا رسائل كتيرة على صفحة البرنامج بتتكلم وليها آراء مختلفة بين وجهات نظر الستات والرجالة ومين بيعاني منها. احنا نزلنا كاميرا البرنامج وقلنا نعرف أكتر عن أزمة منتصف العمر، مين بيعاني منها أكتر. تعالوا نروح نشوف ونرجع لكم تاني. هو من الأربعين الواحد بيبقى عارف هو عايز ايه بالظبط، عارف يعني فعلا النضج الحقيقي بيبقى في السن ده. يعني بيكونوا مروا بتجارب كده بتخلي عندهم نضج اكتر، بتخليهم يغيروا ترتيب اولوياتهم وحاجات زي كده. بس يعني بيبصوا للحياة بنظرة تانية شوية، يعني غير سن المراهقة والحاجات دي. مختلفة، كل ما بيكبر في السن الضغوط بتزيد والتفكير اصلا بتاع الشخص نفسه بيختلف، ايه هو بقى التارجت اللي هو عايز يعمله ايه. بالذات الستات، يعني مثلا لما في ست بتقرر ان هي مثلا خلاص هي ادت واجبها ناحيه اسرتها وان هي ما كانتش سعيده في حياتها الاسريه، انها مثلا تبتدي حياه جديده، دي طبعا بتدان ادانه جامده جدا من المجتمع على عكس الراجل. والله ضغط الحياه على البني ادم يتوقف على الانسان، يعني على مدى البيئة اللي عاش فيها، على المستوى الثقافي التعليمي، سافر برا، احتك بالحياة الخارجية، وفي ناس منخلقة. فطبعا بردك السؤال ده هيختلف من شخص لشخص. أزمة منتصف العمر، رأيك فيها؟ والله إيه؟ إحنا اللي بنخلق لنفسنا الأزمات، ولا منتصف عمر بلا بتاع. أنا بشوف عيال عندها 20 ولا 30 سنة، شباب يعني مش ميزعلوش، 20 30 سنة، وتحس إن أنت بتتكلمي مع حد عنده 80 سنة، معجزين نفسهم بدري وقاعدين مكمكمين في أوضهم ومنعزلين عن العالم. هو يعني في إيه؟ وفي ناس تانية 60 و70 و80 و90 سنة، وإحنا استضفناهم هنا في البرنامج. ما شاء الله ما شاء الله عليهم، اللي بتشتغل في الفاشنز واللي بتعمل السباحة، أخذت ميداليات ذهبية وشرفت مصر في العالم كله في السباحة وتفوقت على مثيلتها من دول تانية كتيرة. لا دي حد بوزيتيف وحد إيجابي وحد شاطر. لا أزمة يمكن منتصف العمر اللي بنقصدها هنا أو اللي البوست بيقصده هنا، إنك ساعات تلاقي مثلا إيه رجالة أو ستات يبتدوا كده في سن معين يجرى لهم حاجة كده، مراهقة متأخرة. يعني مثلا تلاقي مثلا الست مثلا على طول
مش عارفه تروح لدكاتره التجميل وتروح مش يعني بتاخد بالها من نفسها يعني بزياده عن اللزوم، يعني كل حاجه معتدله كويسه، لكن لما بزيد قوي مثلا والبس مثلا حاجات مش لايقه عليا ولا على جسمي ولا على مش قصدي ان احنا نكتئب والله، بس قصدي ان كل ما هو يعني في الطبيعي بيبقى مظبوط، لكن بتلاقي ساعات ناس كده بيجي لهم رجاله كمان تلاقيهم جالهم حاله كده بقى لحظه ان انا ما حبيتش اتكلم عن الرجاله وانت اللي نكشتيني وانا ما كنتش عايزه اتكلم، ما هم الرجاله بقى اول ما تلاقي الراجل من دول بدا يصبغ ويلبس قمصان بامبي ويفتح اول زرارين ومسلسله وبتاع وابتدي ان هو عربيات سبور ابتدي يغيب كتير بره البيت وبدا لا هو هنا بيتكلم ان هو حس ان هو ممكن يكون خلي بالك دي مساله نفسيه، هو قعد يذاكر كتير قوي او قعد يجتهد كتير قوي او قعد يشتغل كتير قوي فضيع سنين شبابه والوقت اللي هو المفروض ان هو يحس بنفسه فيه او يبص في مرايه وفجاه اكتشف انه ايه ده انا زمان بقى العمر جري، فيبتدي ان هو على فكره انت في الاول بان ان انا بتريق عليه، لا على فكره كل راجل المفروض ياخد باله من نفسه، ولو ان الشعر الابيض على فكره شكله حلو أحلى. بجد بيدي وقار وبيدي أيوة شياكه وبيدي أحلى. هيبه وبيدي خبره وربنا ما خلقش حاجه وحشه، شكله حلو بجد وانا ست وعارفه انا بقول ايه. وبعدين البس الوان ما تلبس الوان، كانت فين الالوان من زمان؟ يا ريتك لبستها من بدري وتاخد بالك من نفسك. اه طبعا تاخد بالك من نفسك، والست تاخد بالها من نفسها اول باول وتلبس لبس مش مناسب ليها لو كان جسمها ملى شويه. بصي انا واحده حاجه و40 سنه يا مها، انت حضرتيني انا كنت اكتر من كده 15 كيلو، لكن لا هي 48 انت حاجه و20 حاجه و20 ده اللي انا حاسه بيه على فكره احلى حاجه، حاجه و20 هو اللي انا حاسه بيه وهو اللي انا همشي وراه. احنا كلنا بنحس كده بقى، تصوري يا رب يا رب دم علينا يا رب نفضل حاسين كده اهو. لا يعني ما بحسش ايه يعني بحس يعني مثلا ما ببص لاولادي واشوفهم كبروا كده ايه ده ما شاء الله اجمع ان انا بقى ده حاجه جميله على فكره، لكن بحس ان انا قدهم عادي أيوة. جدا. طب انت لو انت بقى بحبها وبحب اقعد معاهم لو انت بقى تعقدتي كنت لون حلو قوي اسم الله ما شاء الله زي اللون اللي مها لابساه دي تيجي تقول لك لا 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 انا هلبس اللون ده ولا انا هلبس وردات مش عارفه، ما تلبسي يا ست ما تلبسي وتستمتعي وتنبسطي بحاجتك. يا جماعه الدنيا فيها حاجات كتيره قوي كئيبه وفيها حاجات كتيره قوي يعني. كده فاي حاجه تبسطكم اعملوها الصراحه، ولا صح. ازمه منتصف العمر ولا ازمه اخر العمر مفيش كلام ده، احنا اللي بنخلق يعني الازمات لنفسنا اللي يبسطكم الناس انا مع فكره قوي معرفش ايمان معايا ولا لا، انا مع فكره قوي الناس بتتكلم في اي حاجه، انت بقى بقيتي لابسه معانا هيقول لك بصوا عامله ازاي وكئيبه وعبومه وكبرت ونكدت، لبست مش عارفه ازاي هيقول لك بصوا النبي دي متصبيه وعامله فيه عندها 20 سنه ده ابنها اطول منها ده مش عارف ايه، فهيتكلموا. فانا مع ابسطي نفسك وابسط نفسك ده حاجه بتفرحك مش بتضر حد عاملها. انت فكرتيني بموضوع ابنها اطول منها، كنا بنشتري حاجات انا وعمر ابني ما لازم ابنها اطول منها احنا قصيرين عمر اسم الله بسم الله ما شاء الله يعني اطول مني بحبه كويسين فانا يعني انا بتضايق انا فقاعدين فبنشتري الحاجات فانا باخد رايه في حاجه فمعديه ست جميله الحقيقه ورايا يعني بتقول هي ايمان اتجوزت بس متجوزه واحد من دور عيالها، فقلت له بص بقى كلمه ماما دي ما اسمعهاش قدام الناس انا بحب اسمعها بصراحه، بس يعني كنت بقولها على سبيل الضحك والهزار حاجه كويسه على أيوة. فكره ان الست مهما ولادها كبروا تفضل هي كمان محتفظه بنفسها علشان نفسيتها وعشان حاجات كتير، ان خلي بالك نفسيتك هي صمام الامان اللي بيحميكي من دخول امراض كتيره قوي لجسمك، اول ما نفسيتك هتقع جهاز المناعه بتاعك هيقع هتبتدي تتكالب عليكي الامراض وتتسابق مين هيدخل الاول صح. من ضغط وسكر وتتخني وتتعبي نفسيا وظهرك وركبك وده تبتدي تلاقي نفسك دخلتي في دايلما انت مش هتعرفي تخرجي منها أيوة. ما تعمليش كده وما تستسلميش وما فيش حاجه اسمها السن ده مجرد رقم وبس صح في ناس بتحب الحياه يعني انا والدي الله يرحمه كان محب للحياه كده يعني على طول يصحى يبعت مسج صباح الورد وصباح الفل كنا بناخد منه طاقه ايجابيه نروح عنده نطلع ايه لا جميل. كان راجل كلامه كمان كان حلو وكان بوزيتيف قوي جدا والله جميل الله يرحمه هنروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا ما تروحوش في حته استنونا لسه مكملين معاكم حلقتنا وستات ما عرفوش يكذبوا بس بيعرفوا يبدعوا في كل مجال وفي كل خطوه وفي كل مكان وفي كل مسؤوليه بتوكل ليهم،
قمة التحيز للست، وأنا متحيز وأنا بعترف. نسرين مصطفى هي ست جميلة جدا، محترفة كروشيه، لو الكروشيه التقليدي والتطريز بالإبرة، وده بتعمله من أكتر من 20 سنة مثلا، بكل حب وبكل شغف وبكل إتقان. أنا مش هطول عليكم، تعالوا نتفرج مع بعض. أنا نسرين مصطفى، سيدة وأم الأربع أولاد. كنا زمان بنتعلم في وقت الفراغ بتاعنا قبل التلفزيون والإنترنت وكده، شوية حاجات يدوية وحرف يدوية، كان منها الكروشيه مثلا، وكان منها البونش نيدل أو التطريز والحاجات دي كلها. والناس قرايبي لما كنت بديهم الهدايا ديت أو بيشوفوني بعملها، هم اقترحوا عليا أن أنا أبتدي أعمل بيزنس أو أبتدي أبيع الحاجات ديت. وكانت الطريقة ان انا عن طريق السوشيال ميديا او صفحتي على الفيسبوك والانستجرام ان انا استغلهم ان انا ابيع الحاجات دي عليهم. وواحدة واحدة ابتدى الموضوع يتطور، وابتديت اعمل تصاميم مختلفة يعني، وانواع فنون مختلفة. وكانت بتطلب مني الناس مع الوقت ان انا ابتدي ادربهم على الحاجات دي، زي مثلا المجلس القومي للمرأة جم عرضوا عليا، نزلت معهم محافظات لتدريب السيدات على كان فيه بيبقى مبادرات عشان يعلموا السيدات حرفات يعني يدوية، فكنت بنزل معهم المحافظات ديت وبدربهم. وأماكن استوديو خاص بي أنا هنا بعمل ورش عمل برضو، وبروح استوديوهات خاصة. شاركت برضو في معارض زي تراثنا وديارنا، بنعمل تطريز بالطارة وبالخيوط اسمه بانش نيدل أو إبرة النفاش، بيعمل نسيج زي ما يكون فوطة كده. بنعمل منه تطبيقات كتير زي كاشنز أو زي بوك أو شنطة أو كده. برضو بيبقى عبارة عن تكوينات لونية أو بنرسم بيه رسمة برضو. النوع التاني من الفن هو الكروشيه تراديشنال التقليدي تماما، بعمل غرز مختلفة يعني، بحاول أجمع ما بين المادر وما بين الحاجة اللي بتبقى فيها هويتنا يعني، وفي نفس الوقت تواكب العصر وتكون مودرن وتمشي مع الأذواق الجديدة يعني. برضو بنعمل منها تصاميم مختلفة وشنط وبوكات وحاجات زي كده. كمان بنعمل اللي هو التابستري، اللي هو بيبقى فن عبارة عن مجموعة خيوط مع بعضها، بنرسم منها برضو تكوينات لونية، بنعمل منها الشنط. في حاجة اسمها الموتشيلا بتبقى شكلها زي شوية البرميل، في حاجة بيبقى كلاتش مثلا صغيرة، بوك، حاجات زي كده. احنا بنعمل كمان شغل بالكوتون كورد، يعني بنجيب الكوتون كورد وبنعمل له تطبيقات مثلا زي جراب موبايل او جراب للنظارة، ودي حاجة احنا تميزنا بيها بصراحة يعني. احنا خدنا من الفن الروسي ان هم بيعملوا بالكوتون كورد شنط، بس احنا ابتدينا طبقنا عليها كمان اللي هي الطباعة الورود دي، ما حدش يعني ابتديها، احنا ابتديناها ومتميزين بيها يعني. اي حد لما بيشوف في السوق جراب موبايل عليه ورود او شنطة عليها ورود بالكوتون كورد بيعرف ان دي تبعنا فورا، لان احنا اللي بنعملهم يعني. طبعا بنتمنى ان البيزنس بتاعنا يكبر، يبقى عندنا ويب سايت كبير مثلا، نقدر نفتح اسواق كبيرة داخل مصر وخارجها، نقدر يبقى عندنا مثلا تيم فريق نشغل سيدات زينا كده او بنات، تبقى حاجة لطيفة لما بيبقى نشغل أيدي عاملة أكتر ويبقى وصلنا لبرة أكتر مثلا، نطلع بتصاميمنا دي العالمية وكده. عندنا خطة إن شاء الله وهدف إن إحنا عايزين نعمل كمان مفروشات للبيت زي رانرز مثلا للبيدروم وللتيبلز وكده، فإن شاء الله قريب هنبتدي ننزل خط الإنتاج دوت، اللي هو يبقى عندنا زي مفروشات وكاشنز وحاجات زي كده. تسلم ايدك يا ست الكل يا جميلة، وكل ست بتتعب وبتشتغل وبتوظف شغفها وحبها في حاجة هي بتحبها، وفي نفس الوقت بتساعد بيها ناس تانية ان هم يلاقوا منتج مصري جميل جدا معمول بالايد، وده تمنه غالي قوي وقيمته عالية قوي كمان اهم من التمن، وتقدر ان يبقى ده مصدر رزق بالنسبة لها، فده شيء جميل جدا جدا. في خبر مهم جدا لازم ما يفوتناش ان احنا نتكلم عنه النهاردة، دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اكد ان
قطاع التخطيط والمشروعات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهم من أول يناير 2024 ولحد دلوقتي في استصدار 98 قرار وزاري لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية عمرانية وخدمية كتير هتقام على مساحة إجمالي. المساحة دي 4232 فدان، ده هيكون في المدن الجديدة في مصر، منها 19 مشروع في مدن الجيل الرابع بمساحة 1557 فدان. خبر مهم وبيقول إن إحنا عمالين بنوسع في الامتداد العمراني، بنوسع في الرقعة العمرانية، بنوجد مساحات وشقق وأماكن للشباب اللي كان عندهم مشكلة في الشقق. النهاردة الدولة بتتنافس مع المطورين العقاريين اللي ممكن يكونوا بيفرضوا أسعار غالية وعالية على الشباب اللي عايز يبتدي حياته واللي عايز يتجوز. دولة قالت لهم الموضوع ده علينا إحنا، والحقيقة أسعار الشقق دي زي ما حضراتكم شايفين في متناول الكل. فيعني شكرا للدولة المصرية اللي هي بتشتغل على كل المستويات على كل المحاور بالتوازي وليس بالتوالي في كل الأفرع مرة واحدة علشان نقدر نحقق تنمية ونهضة لمصر في أقل وقت ممكن وبأعلى جودة وكفاءة ممكنة لصالح الشعب المصري. شكرا للدولة المصرية. فعلا بنشكر فعلا الدولة المصرية زي ما إيمان قالت، والحقيقة مجهود جبار ومجهود كبير جدا 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 لازم فعلا ان احنا نبقى منتبهين ليه وان احنا نبقى مركزين وشايفين قد ايه بيحصل تعمير دايما. فالحقيقة حاجة رائعة وفعلا بنشكر كل القائمين على المشروع ده. النهاردة عندي رسالة عن شخص أكيد موجود في كل بيت، هو الابن المراهق. مفيش أم أو أب مش بيعانوا من تربية الابن المراهق أو بيتعبوا بيقعدوا يعفروا كده لأنه هو مش صغير فعارف تتعامل معاه على أنه طفل، ولا كبر قوي أن أنت تتعامل معاه على أنه راجل كبير. زمان تربية أهلنا هي كانت سهلة قوي، تلاقي الأم تعمل كده تبرق لنا او تبص لنا بصه كده كلنا عارفينها، بنترعب نسكت وخلاص قعدنا او نروح نقعد في الاوضه بتاعتنا بنفهم يعني ومفيش كلام بعدها. يا ترى عملنا حاجه عملنا مشكله ولا قلنا ايه؟ لحد ما بنفهم بنفضل قاعدين في حاله رعب. كانوا اهالينا بنطلب الطلب بيتقال لا هي لا مفيش نقاش، يعني ممكن مثلا اتاخر في النادي شويه اقعد مع صحابي لا يعني لا مهما هتقعد بقى تزن هتقعدي تزني لا. دلوقتي انت عشان ترفض طلب لابنك محتاج تديله مليون مبرر ومليون سبب عشان يقتنع ان كلامك صح وممكن في الاخر ما يوافقش ويعمل عكسه، وساعات يرد عليك يقولك لا انا هعمل كذا وهنزل كذا. لو وصلت للمرحلة دي مع ابنك دي أو مع بنتك دي بتبقى بقى مش خطر، ده جرس إنذار إني ممكن مثلا تقوله لا مش هيحصل كده، يقولك لا هروح المكان الفلاني. ما ينفعش نوصل للحتة دي. يعني جيل أو وسط السوشيال ميديا الكبيرة قوي والحياة المفتوحة جدا جدا وكل حاجة بقت متاحة، زمان ما كناش فاهمين كل حاجة في الدنيا، ما كناش بنعرف الحاجة غير لما أهلنا بتقولنا عليها أو تفهمنا. دلوقتي الأولاد بيعرفوا كل حاجة من الفيديوهات من تيك توك من صاحبه، حتى ممكن يقوله ابنك عارف حاجات أنت عرفتها مثلا وأنت متجوز أو ممكن لحد دلوقتي ما تكونش عارفها. فرق الأجيال والتكنولوجيا على قد ما هي مفيدة على قد ما هي صعبت علينا كل حاجة. هتخبي حاجة عن ابنك هيعرفها من بره، الأحسن إنك أنت اللي تقعد تفهمه كل حاجة أحسن ما يعرفها من بره، بدل ما تضيع وقتك مع صاحبك كتير وتقعد معاه ويبقى هو بقى صاحبك ده اللي أنت مدي وقت لصاحبك أو مدي وقت لصاحبتك أكتر من ولادك. خلي الوقت ده لولادك أكتر لأن هما هتستغربي قوي قد إيه هما بقوا على نفس مستوى تفكيرك وممكن ساعات يكونوا أعلى. أي معلومة نديها لهم بشكل سليم صح، لازم طول الوقت تقربي من ابنك أو بنتك في سن المراهقة بالذات، لازم يحس انك معاه كده على نفس الخط، يعني حاسه بيه فاهماه. صاحبي بنتك او ابنك لقيتيه قاعد ساكت، لو هسأليه مالك فيك ايه احكي لي، ما مش هيقول، هيقولك ما فيش مش عارف عادي بتاع. حاولي تفتحي معاه موضوع كده كانه مثلا حاجه عليكي او انت بتستشيريه في حاجه ليكي انت، فهو
يبتدي يثق فيكي ويقعد وتبقي عايزة رأيه، يعني فيقولك مثلا رأيه، ومن هنا تقدري تفتحي معاه العلاقة اللي هو محتاجها وهتفيده. هيقدر يقولك سر، اوعي تخليه يفقد ثقته فيكي. يعني لما مثلا يجي يقولك على سر، ما تروحيش تقولي لبابا بقى، او تروحي تقولي مثلا لا ده سر بينك وبينه، وتعرفي تتعاملي معاه ازاي، عشان يعني لو حصل حاجة مش هيحكي لك تاني، ودي هتبقى أزمة كبيرة جدا. الأولاد أذكياء بشكل كبير جدا، بيفهموا بسرعة يعني إيه أي محاولة إنك تتحكي عليهم هتبقى محاولة فاشلة. البنت في سن المراهقة بالذات لازم تشبع حنان، ولازم باباها يقعد بقى يعكسها ويبقى لذيذ معاها ويقول لها حلوت إزاي وكلام حلو، ومامتها تحكي لها عن حاجات، تفهمها عن حاجات في سن المراهقة ده، عشان ما يجيش حد يضحك عليها بكلام حلو واهتمام من بره، ده سن خطر، احنا لازم ناخد بالنا من ده مهم جدا. ساعات بنتكلم في الحاجات دي وبتعدي كده مرور الكرام، لكن الموضوع ده انت يا نجحتي فيه، لانك لو غلطتي غلطه الغلطه دي بفوره فعلا. خليه يسمع عن مثلا، احنا ممكن نقعد نتكلم معاهم وهم سامعين بس مش سامعين بنقول ايه، يعني قاعد مش مركز في اي كلمة، بلاش اسلوب الاوامر ده اللي هو لازم يكون عندك كذا تعمل كذا كذا، بلاش الطريقة دي مش هتجيب نتيجة. لازم ابنك مش لازم تطلع انت من النقاش كسبان، لا عادي ممكن يكون هو عنده وجهة نظر صح عادي جدا، لازم تعرف تقعد تسمعه كويس، تسمع هو بيتكلم عشان تعلمه هو يحترمك ويسمعك ويسمع كلامك وانت بتتكلم على ايه. وخلي بنتك يكون سرها معاكي، بلاش اسلوب العقاب ده، يعني لو غلط غلطت او غلط يبقى عرفيه غلطه بدون عقاب، خليه يتكلم معاكي. الدنيا مليانة مشاكل وبلاوي كتير قوي، عاوزين نحافظ على قد ما نقدر على اولادنا، وربنا يا رب يبعد عنهم اي شر. امبارح كان في واحده صاحبتي صديقه عمر بتكلمني في التليفون ومنهاره من العياط، وبتقولي انا ما بقتش قادره استحمل، انا عايزه اتطلق، انا مش هقدر اعيش معاه اكتر من كده. وبنتي كانت قاعده جنبي وخلاص هي كبرت، فيعني ممكن تسمع يمكن تتعلم. فقلت لها ليه انت عايزه تتطلقي، ليه عايزه تمشي ليه؟ قالت لي مش راجل. فرحت بنتي عامله كده، وبعد ما قفلت تليفون فلقيت ديانا بتقولي هي كلمه مش راجل دي كلمه عيب؟ قلت لها اه عيب، عشان مش كل ذكر راجل، زي كده ما مش كل انثى ست. قالت لي يعني ايه ما يبقاش راجل؟ قلت لها ما يبقاش راجل هقولك، اللي يتهرب من مصاريف عياله ومسؤوليتهم ويحملها لست بسبب انفصال او اي سبب، ده انعدام ضمير ومش رجوله. اللي يستنى حكم محكمه علشان يصرف على دمه ولحمه، ده انعدام نخوه ومش رجوله. اللي يبد ايده على واحده ست او بنت، ده انعدام اخلاق ومش رجوله. اللي يشتم مراته ويهينها، دي قله تربيه ومش رجوله. اللي ما يصرفش على مراته ويسيبها محتاجه وهو مروق على نفسه، دي قله اصل ومش رجوله. اللي يعاير مراته بشكلها ولا بجسمها، ده نقص ومش رجوله. اللي يتجوز علشان يحبس مراته في البيت زي المساجين، وهو مقضيها خروجه وقهاوي وسفر مع اصحابه واخرين، دي انانيه ومش رجوله. اللي سهران وما فرقش معاه اي حد ومفرفش طول الليل بره وسايب مراته تنام عياطه كل يوم من القهره والوحده، ده جحود ومش رجوله. اللي يسيب اهله يبهدلوا مراته ويتريقوا عليها ويجرحوها ويحرجوها ويضحك معاهم عليها على اعتبار ان هي اراجوز القعده، وما يدافعش عنها علشان ببساطه كرامتها من كرامته، ده مهزق ومش رجوله. اللي بدل ما يخلي مراته تحبه وتحترمه وتستنى رجوعه بفارغ الصبر، يخليها تخاف منه وتلعن اللحظه اللي بيدخل فيها البيت، ده كابوس ومش رجوله. اللي يتصيد لمراته الاخطاء وقاعد لها على السقطه واللقطه زي ما بيقول ومستني لها الغلطه، ده تافه ومش رجوله. اللي يخون مراته ويكسر قلبها ويكسر نفسها وكرامتها على اساس ان هو راجل ويعمل اللي هو عاوزه، ده فاسد ومش رجوله. اللي يحكي أسرار علاقته بمراته لأي حد لأي سبب، دي وقاحة ومش رجولة.
اللي يطرد مراته من بيتها كل شوية لأي سبب، دي حماقة ومش رجولة. اللي ما يقدرش تعب مراته في بيته مع عياله ومعاه، ولا يراعي نفسيتها ولا يهتم باحتياجاتها ولا يفهم الضغوط اللي بتتعرض ليها ويجي عليها أكتر كمان، ده غباء ومش رجولة. اللي يعيش بفلوس واحدة ست ويسيبها تصرف عليه وعلى عياله وعلى البيت ومكسل يشتغل أو مستسهل أو مستهبل، دي نطاعة ومش رجولة. اللي يوعد بنت أو ست ويعشمها بالجواز ويخلى بيها وما يتجوزهاش، ده انحطاط ومش رجولة. اللي يفضح بنت أو ست ويشوه سمعتها علشان معرفش يطولها أو لأي سبب مريض في نفسه، دي سفالة ومش رجولة. اللي بيشتم طول الوقت وصليط اللسان وفاكر نفسه كده جامد، دي قلة أدب ومش رجولة. اللي يسمح لزوجته تتحكم فيه وتقومه على أمه وأخواته وأهله أو تمنعه يساعدهم أو يزورهم ويمشي وراها، ده انعدام شخصية ومش رجولة. الراجل هو اللي يسند، يحتوي، يطبطب، يهتم، يقوي، يضحي علشان شريكة حياته. الراجل يعني كلمة، عهد، وعد، التزام واحترام. الجواز محتاج رجالة وبس، واللي مش عارف يسترجل ما يتجوزش ولا يبهدل بنات الناس معاه. خلص الكلام. صحيح الموبايل بقى عدو العلاقة بين الزوجين؟ ليه كل ست بتعتبر موبايل جوزها ضرتها اللي من لحم ودم؟ لغاية فين ممكن الموبايل يبوظ علاقة كانت هادية وحلوة وجميلة؟ هل الراجل هو اللي لازق بس في موبايله طول الوقت، ولا الست كمان ماشية طول النهار وموبايلها معاها؟ في ستات بيبقوا حتى حاطينه في الطرحة كده. هل صحيح بتنتهي المشاكل لو الزوجة عرفت الباسورد بتاع موبايل جوزها؟ طيب من حق كل زوجة تعرف باسورد جوزها، زي ما كل زوج مدي نفسه الحق انه يعرف باسورد الست، كل حاجة عن الموبايل، الصحاب ساعات يبص في الواتساب. دلوقتي عندنا حلقة جديدة من الصالون النهاردة، وكالعادة الأسئلة كتيرة جدا ومهمة مع ضيوفنا اللي مشرفينا، أستاذ وليد محمد، أستاذة أميرة عبد الله، واستشاري العلاقات الزوجية الأستاذ عبد الله قريش. نرحب بيكم. أهلا بيكم، منورينا وخطوة عزيزة. وطبعا باعتبار أن احنا عندنا اتنين رجالة وست جميلة واحدة، فأنا مضطرة أن أنا انضم للكلام ده علشان بس عشان العدل مطلوب، يعني هقول رأيي ومش المفروض يكون، بس على استحياء طبعا. خلينا نبتدي من اليمين، استاذ وليد. اهلا وسهلا. حضرتك متزوج؟ متزوج. الباسورد بتاع حضرتك مع المدام؟ يعني هو انا متزوج بس يعني بقى لي فتره كده بعيد شويه يعني. بسبب الموبايل؟ لا مش بسبب الموبايل، بس يعني احد الاسباب. طب الموبايل كان شريك في الانفصال اللي هو اللي لسه مش واخد شكل رسمي؟ هو سبب كده؟ ماشي. الانفصال مش واخد شكل رسمي. ماشي. خلاص، هل يعني بنسبه قد ايه الموبايل متهم؟ هو سبب من الاسباب الرئيسيه. الرئيسيه سبب يعني نقول مثلا 80% 70% لان احنا بندي له اولويه مش في محلها. يعني بياخد مننا وقت كتير جدا جدا جدا. بتقضي وقت على الموبايل اكتر ما بتقعد معاها؟ بقضي وقت في الشغل وبقضي وقت مع الموبايل كتير. الانسان لو شاف يومه ال 24 ساعه، مين في كل زعل من الحكايه دي، هي ولا انت؟ يعني احنا هي انا بزعل وهي بتزعل، بس انا بقول إن مين اللي زعلان ان التاني مقضي وقت على الموبايل اكتر من الوقت اللي المفروض يقعدوا معاه؟ انا مش بتكلم بشكل شخصي، انا بتكلم عامه يعني. أي. هو بشكل شخصي انا صادفت المشكله دي. طيب، وبقعد على الموبايل كتير، بقعد على لابتوب كتير، بقضي وقت بره البيت كتير. فدي كل دي تراكمات بتعمل مشاكل، ومن اساسها الموبايل. يعني كان ساعتها الباسورد بتاع حضرتك مع المدام؟ انا ما عنديش مشكله في الباسورد. انت ما عندكش مشكله؟ لا، ما عنديش مشكله في الباسورد. انا عندي اعتراض في الموضوع ده. يعني هسال استاذه اميره، ممكن ليه الباسورد بتاعي يبقى مع جوزي وليه الباسورد بتاعه يبقى معايا؟ يعني ليه؟ بصي انا عن نفسي ده هيخلق يعني لو ما فيش اي مشكله، انا ما اعرفش من وجهه نظري وعايزه اعرف راي حضرتك، لو ما فيش اي مشكله خالص وهو معاه الباسورد بتاعي وانا معايا الباسورد بتاعه، هيحصل مشكله.
من اي حاجه، واحده صاحبتك بعتلك حاجه بينك وبينها هو قراها ما عجبتوش، هتعمل مشكله. انا هشوف طبعا في وجهه نظري ده قله ثقه في الطرف من الاطراف. يعني حضرتك مع ان الباسورد ما يبقاش مع ولا الزوج ولا انا عن نفسي لا الباسورد بتاعي مع زوجي ولا هو معاه ولا حد فينا في يوم من الايام قال للتاني اديني. بس اكيد انت عندك طرق تعرفي بيها. خلي لك الموبايل يا حد اقول لك صاحبه مبدا ايه عشان اغشش بس الستات والبنات. عادي هيديك الباسورد بتاعه وعنده تليفون تاني تحت في تابلوه العربيه، ما عندوش اي مشكله خالص. مش هي دي القصه يعني، ما تعطليش في الباسورد صح. لا بس هم الستات اللي عايزه حاجه يعملها. انا بصي انا مقتنعه جدا ان الست الموضوع ده ايه ان انا ابقى معاه يعني نفترض ان الراجل عايز يثبت حسن نواياه وادالها الباسورد، هل ده يمنع؟ انا مش يعني انا بهدي النفوس مش قصدي حاجه يعني. رجاله معاه تليفون تاني برقم تاني تحت. انا عايزه اقول لك ان في عندك حد عامل كده في الكنترول. انا مش عايزه حد نعرفه وعامل كده دلوقتي معانا حد مهم كمان. انا عارفه واحده معهاش الباسورد بتاع جوزها وهو مانع وجابت قراره وكله والزوجه الثانيه والبيت وكل حاجه، وده انا ذكرته في الكتاب بتاعي ده. وهي في بروجرام يعني. هو مسكين لدرجه ان هو فاكر ان هي هبله وان حد تاني اللي كشف الموضوع. دي هي عارفه بالبلدي كده اسمها ايه اميره؟ رخت له الحبل اللي يخلق نفسه بيه. ايوه صح طبعا صح. مش هي كده؟ وبعدين في مبدا حلو قوي في ان انا يبقى معايا الباسورد بتاعها او هي معاها الباسورد بتاعي. مفيش مشكله عشان اللي عايز يعمل حاجه. الدنيا واضحه. الرجاله دي اكتر ناس مفقوسه على فكره. طالما كده كده خلاص خلي الباسورد. الناس مفقوسه يعني. هو عايزين بس نقول للناس كلها ستات ورجاله وبنات وكل الناس احنا لايف معاكم. عندكم تجربه خاصه بالموضوع الموبايل وقد ايه ان هو تسبب في مشاكل في العلاقات الزوجيه؟ هنقرا التعليقات بتاعتكم، واللي مش هنلحق نقراه هنخصص فقرات تانية او هنتكلم عنه في برنامجنا بعد كده. طيب دكتور عبد الله، حضرتك مع فكره ان الراجل محتاج لخصوصيه حتى لو مع الموبايل، او هقول لحضرتك الموضوع بشكل تاني، هل بيجي لحضرتك مشاكل كتيرة أو خلافات بسبب الموبايل وبسبب أن الرجالة مثلا عايزة خصوصية، عدم ثقة، شك كده؟ بصي أقول لحضرتك على حاجة، مشاكل الموبايل إحنا شايفينها من فوق لكن مش شايفين الأبعاد النفسية الداخلية. أول مشكلة من الموبايل بتطلع لما حد بيهتم بالموبايل غير التاني بعيد عن الطرف التاني، إن في حاجة اسمها تفريغ مشاعر. احنا بنقول الزوجين يقربوا من بعض ازاي؟ الزوجين يقربوا من بعض عن طريق حاجه اسمها مراقبه السلوك. انا النهارده لما بتجوز جديد بيبقى فيه اختلافات بيني وبين مراتي. أيوة. ببدا اراقب سلوكها زي بالظبط الاثنين لما يتصاحبوا في الاول. أيوة. بيحصل شويه مشاكل، مراقبه سلوك الطرف للطرف الثاني سواء من الست للراجل او من الراجل للست هو اللي بيعمل عمليه تالف. طيب انا النهارده لما انشغل في حياتي بجزء من يومي على الموبايل، لما ابتدي افرغ مشاعر ليا على الموبايل، لما عقلي اخد جزء من تفكيري تجاه الموبايل، انا حتى لما اجي احب اركز في سلوك الطرف اللي قدامي هبقى مركز بجزء من العقل، فعمري ما هكتشف الحقيقه. طب ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ ساعات بيحصل ايه بقى وبشوفها كتير جدا، ما اعرفش موافقني ولا لا، تلاقي مثلا الست الموبايل بتاعها محطوط مشاع كده، ممكن الراجل ياخده، ابنها، مش عارف ايه، الراجل بقى اول لما تيجي مثلا يقول مثلا ممكن يسالها يقول لها في حاجه عندي مثلا في الانستجرام، فتيجي تمسك الموبايل عشان لا يوم هما واخده ماسكه وريني قولي، ما يرضاش يديهولها يعني، ما تمسكوش في ايديها. ما بصي بقول لحضرتك على حاجه، انا ليا وجهه نظر وسطيه في الموضوع ده. الباسورد ما فيش مشكله خالص، اصل احنا كيان واحد. حته ان الست تبقى خايفه قوي الباسورد يبقى مع جوزها، او الراجل يبقى خايف الباسورد قوي تبقى مع مراته، طب انت عامل ايه؟ طيب اوكي الباسورد عشان في حاجات بينهم مثلا رجاله، ما احنا هنيجي بقى نكمل الحلقه الثانيه. المفروض الطبيعي انا مراتي لو معايا الباسورد بتاعها انا ما بفتحش موبايلها، ده اسمه احترام الذات واحترام الخصوصيه. زي بالظبط حضرتك ليكي شنطه، انا لما تكون زوجتي حاطه شنطتها انا ما اعرفش في ايه، ممكن تكون واحده صاحبتها مديالها حاجه خاصه، المفروض ان هي شنطتها مش معموله بقفل. أيوة. لكن انا مني لذاتي لازم اتعود على احترام الخصوصيه وهي تتعود على احترام الخصوصيه. لان الست دي موبايلها في محادثات بينها وبين واحده صاحبتها. أيوة. في مشاكل طبعا. واحده صاحبتها بعت لها صوره بتاخد رايها في طقم في لبس مش عارف ايه الكلام ده كله، فالمفروض الطبيعي يبقى نزرع حاجتين في الاثنين، وده اللي احنا بنحاول نزرعه بين الطرفين لما يبتدوا يرتبطوا. خليكوا منفتحين مع بعض عشان تبقوا كيان واحد ومشاعر واحد وشعور واحد، لكن راعوا مع ده برضو الخصوصيه. عارفه في حاجه اسمها الممنوع مرغوب. مدام ايمان دلوقتي انت قلتي جمله جميله قوي، الست لو عايزه تعرف حاجه هتعرفها،
طب انا لو كده كده في مليون برنامج دلوقتي على فكره بيهكر، وبسم الله ما شاء الله الستات في الموضوع ده لما بيبحثوا فيه اساليني انا والله العظيم بيجيبوا حاجات ما تفهميش جايبينها منين. طب انا عليا بايه؟ انا جادجت نوت فريندلي خالص يعني انا خيبه، انا ما يعني اخر واحده تعرف تعمل الحاجات دي. دي حاله شاذه على فكره، ده انا بشوف سيدات مش متعلمات يعني ولا مثقفات بس جايين في النقطه دي عاملين دراسات عليا ازاي تهكر الموبايل وازاي تفتح الويندوز. حاجه هتعملها تعمل نفسها واحده تانية وتدخله على السوشيال ميديا. يا ده كتير قوي. انا مراتي توفت امال انا او عارفه ايه عايشين بس عايشين مع بعض في نفس البيت بس منفصلين. امال مين اللي عامله لك الغدا من خمس دقايق؟ يعني حضرتك استاذه مها ايه المشكله؟ زي ما حضرتك بتقولي ان ممكن يكون الموبايل ما فيهوش، ما هوش يعرف يعني هو ما يعرفش حد او الكلام الخاصه. ايوه ان معظم يعني ممكن عشان سمعت قصص كتير وبكتب فيها كتير ان احنا دايما قعدتنا بنشتكي من حياتنا الزوجيه صح، فالست خايفه تشوف جوزها هيقرا ايه، هي مثلا قايله ايه، وهو في نفس الوقت يعني هاتي اي قعده ستات وده اللي انا قلته في للرجال اقوال اخرى الكتاب بيدور ان الستات لما قعدت هي قعدتهم عن الرجاله جوزي ايه مش عارفه ايه، ومن ضمنهم واحده اكتشفت مصايب واللي اكتشف الابن من الموبايل راح قال للماما بقى راح قال انت عارفه اللي حضرتك بتقولي ده راح قال للماما طبعا لازم يقول للماما بالذات الولد لازم يقول للماما عارفه لو البنت ممكن لا لانه يمكن نفسيا حاسه ان البيت مهدد او حاسه ان هم يعني مكتسباتهم بدات تتاثر او ده شيء يضايقه. بس خلي بالك من نقطه، في رجاله يجي يقول لك ايه لا انا عندي خصوصياتي كراجل لكن هي ما فيش حاجه اسمها خصوصيات عليا. طب هي البدايه يا جماعه احنا كده يعني هو بيكيل بمكيالين، ما احنا بادئين غلط يا مدام ايمان. الدخله غلط صح طبعا الدخله هي دخله بيت بيقام على ثقة. كيان واحد وثقه بالظبط بين الطرفين، ثقة متبادلة. كيان واحد وحاجتين اتنين، لازم يكون في حاجه اسمها ثقه ولازم يكون في حاجه اسمها خصوصيه. هقول لحضرتك على حاجه، في مثل انا دايما بضربه ما بين الطمانينه واليقين. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان بيثق ان ربنا قادر يحيي الموتى، ورغم ذلك قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني وريني، هو شاكك في ربنا؟ لا طبعا. لا قال له بلى أولم تؤمن؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعلم النفس بيقول في النقطة دي إن في شقين في المعرفة، في شق إن أنا متأكد إن مدام إيمان لما تيجي تقول لي أنا ما حطيتش الحاجة دي هنا، وفي فرق إن أنا أتيقن أبص بعيني إنها ما حطيتش الحاجة هنا، وده اللي إحنا بنقوله دايما بيقطع حبل التفكير اللي بيؤدي إلى الشك. ما فيش بني آدم فينا الشيطان ما بيلعبش في دماغه في بعض الأمور. مش عيب إن أنا أخلي حضرتك تتيقني مني في حاجة معينة أنت حتى ولو عندك جزء من الشك فيها. دايما البني آدم بيميل لحاجة اسمها التفكير التصاعدي، التفكير التصاعدي ناحية الخطأ وناحية الجانب الأيسر اللي هو الجانب الوحش. فأنا طب أعمل له إيه؟ حضرتك مش معنى إن أنا أقول لك خدي أنا ما كلمتش فلانة أو خدي أنا ما عملتش، ده مش معنى إن أنت مش واثقة فيا أو ده معنى إن أنا برضيكي وخلاص. بالنسبة للست اللي تقوم داخلة ماسكة موبايل جوزها وداخلة على الفيسبوك بتاعه شايلة كل حاجة فيها تيه مربوطة من على السوشيال ميديا وشايلة كل حاجة فيها تيه مربوطة من على التليفون، والراجل مستسلم يا عيني ومستكين وهو كده بيثبت لها إن أنا بحبك وإن أنا مش فارق معايا. هيشوف سكة تانية. مفيش ما تقولش كده يا دكتور، مفيش والله سكة تانية والله. لا طب ما يمكن الراجل كويس وبيحبها فعلا وعايز يرضيها، فين المشكلة؟ عايز اقول لك على حاجة، حتى لو هو بيحبها ويرضيها اي امر في الدنيا بيجبر عليه البني ادم بيعتبره ضغط. ما يمكن عامله مش اجبار ولا حاجة، عامله لان هي بتغير عليه. طب انا عايز حضرتك في النقطة دي يعني مطوعها يعني. لا انا يعني هو مش سبب اساسي في الخلافات الشكوك. استخدامنا للموبايل يعني احيانا انا سميت الموبايل دلوقتي هو وسيله للعزل الاجتماعي. العزل ده بيعمل فتور طبعا، بنبقى قاعدين في بيت واحد قاعدين جنب بعض على الكنبه كل واحد ماسك الموبايل. طيب احنا هنا عايزين نميز ما بين حاجتين، حضرتك بتتكلم صح جدا انه الموبايل متهم في حاجتين مش حاجه واحده دلوقتي. اول حاجه ان هو ممكن يكون في باسورد، يعني في اسرار الراجل بيخفيها عن زوجته او هي بتخفيها عن زوجها، احنا بنتكلم اذا كان ده ينفع يكون او لا. والحاجه الثانيه ان الموبايل ده احتل مساحه في حياه احد الطرفين بالزبط. زياده فجار على حق الثاني في المساحه دي عند شريك حياته، بالتالي هي بدل ما بتقضي مثلا مع زوجها 4 ساعات فبتشوفه نص ساعه بالعافيه لانه بقيه الوقت مقضيها على التليفون، والعكس صحيح مظبوط كده، اصبح عزل تام للحياه الاجتماعيه. طب تجربه حضرتك مع الموبايل يعني ازاي بقى مشكله او ازاي شفت مشكله؟ انا ما عنديش، انا بشرح الواقع بتاعي ان انا ما عنديش مشكله في الباسورد، بس اهتمامي بالموبايل كان كتير. اكلم صحابي، ننزل العب على الموبايل، ارجع من الشغل الموبايل في ايدي، في الشغل الموبايل معايا، في المواصلات الموبايل معايا، واخد حيز كبير جدا. انا عايز اسالك سؤال وترد عليا بصراحه.
لو كان خلينا نقولها مش بشكل شخصي تمام. بشكل عام اذا كانت الست خلينا نقول الست الاول خلينا عليها علينا المره دي قدرت ان هي تملى الفراغ ده وتحقق له الانترتينمنت او اللي هي الوسيله اللي بيها هو بيروح على الموبايل ليه؟ عشان يشوف ناس وعشان ينبسط ويشوف نكته يضحك عليها ويشوف حاجه يتكلم مع حد وده. طب ليه هي ما يكونش ليها الدور ده في حياته وبالتالي هو شويه شويه يقوم سايب الموبايل ويلاقي قعدته معها احلى؟ هو دورها اساسي ودورها المهم هي تحاول بس هو لازم بس لازم هو يكون يعني عنده اولويات يعني خارقه يعني هي دور الست اهم من يعني اهم من الرجل وهي اللي بتجذب زي ما حضرتك بتقولي لكن لازم يكون هو عنده اولويات قابليه للموضوع ان هو مش اول حاجه بالنسبه له مش اهم حاجه بالنسبه له يعني يحط يدرج اولوياته يعني مش الموبايل هو اولوياته الاسره هي الاولويات الزوجه الاولاد هي دي الاولويه وبعد كده بشوف اولوياتي ايه يعني صحيح. ما احبش التليفون يعني احب اسرتي ولما اشتاق للتليفون بروح ما هو التليفون موجود بالزبط. لكن الوقت اللي بقضيه مع اسرتي بيخلص وبيعمل فتور وبيعمل تباعد وعزل فلازم احط اولويه للبيت راجل وزوجته راجع من الشغل لسه وعملت له لقمه حلوه وقعد ولاده بيلعبوا قدامه وبيتفرجوا على التلفزيون وهو قاعد جنبها على الكنبه وهي قاعده بقى المفروض مستنيه طول النهار بقى بتودي تمارين بتذاكر بتعمل البيت بتطبخ بتعمل وفي الاخر هو قاعد على الكنبه بعد ما رجع في كل ده ماسك التليفون وهي قاعده جنبه على الكنبه في الاول هتتكلم وبعد كده هتتخانق وبعد كده الخناق هيقل خالص فهو يبتدي ينبسط بطلت خناق وبطلت نكد هو مش فاهم ان هي بدات تلغي من حساباتها صح. تشوف لها حاجه تانية تعملها بالظبط قررت تستمتع هي واولادها بس وانت في حته تانية خالص ما يزعلش بقى حضرتك بقى مثلا في الكتاب كتاب حضرتك اللي هو للرجال اقوال اخرى لقيتي اكبر مشكله ايه في الموبايل يعني ايه المشكله الاساسيه هل هي فعلا الباسورد هي دي اللي عامله العامله الكبيره يعني ما اعتقدش في الكيس اللي كانت بتحكي كذا حاجه واحد ان الموبايل اخده حتى من ولاده يعني ممكن قعدته على الموبايل كتير يبقى حد بيكلمه خلاص الموبايل حتى عقله بقى في الموبايل يعني ما بيسمعش حد مش عارف يسمع حد وتاني حاجه طبعا بقى الخيانه هي بقى مش بتدور وراه زي ما كنا بنتكلم ابنه اللي اكتشف واكتشف بقى حاجات خاصة ان هو كانت الحالة شوية مختلفة اكتشف ازاي بقى يعني بما ان الراجل هو ماسك الموبايل لا بقى هقولك بقى هو عمل غلطة عارفة اللي هو ايه جاب موبايل جديد فات ده منه الموبايل القديم من غير ما يمسح مسح او مسح يعني في حاجة هو ربك يعني. ليه لان هو كمان بالذات هو كان شخص متدين وبيربيهم على الحلال والحرام قوي والقفل عارفه الفكره دي ماشي ما هو المتدين هيروح يتجوز لا هو مش متجوز يعني ما اتجوزش عليها لا طب بعدين بقى حصل اكتشف حصل إيه؟ اكتشف الولد وبدات لغه حواره ما قالش لمامته على طول بدات لغه حواره مع باباه فيها اللي هو انت بتكلمني على ايه في الدين مش لما انت تعرفه يعني ابتزاز عاطفي ولا زعل منه لا لا يعني خالص انهدام للصوره الذهنيه عن ما تكلمنيش عن صلاه او عن دين وانت اصلا ومش راضي يقول انت عارفه حجم الصدمه اللي حصلت للولد في كل المعتقدات والثوابت اللي عنده رهيبه تروما طبعا والام حاولت بجميع الطرق توضح ان مثلا ايه لا في حاجه غلط لا هو الولد تطاول على باباه فبالتالي الاب برضو اتخانق معاه فمشي هي بقى لما رجعت انت في ايه ايه اللي خلى عندك التحول الرهيب في لغه الحوار مع باباك من انسان بيحترم والده اللي خلاص اللي هو عارفه اللي هو سقط طبعا سقط لان الصوره اللي هو رسمها له راحت بالظبط بالذات حد المشكله ان حد يقعد يقول لك صليت ده حرام ما تعملش كده ازدواجيه بالظبط مش الزوجيه زي ما حضرتك قلتي انهدام للثوابت انا بعد كده عشان اربي ابني ده على قواعد قادمه انا ابني خلاص كون ستار على ودانه وستار على عقله وعلى نفسيته ان هو يبدا يسمع لي الى جانب حصل عنده بقى حاجه انعكاس للمفاهيم ده انا بالعكس ده انا على المدار اللي جاي كله مش بابا وبس ده انا بابا والمجتمع واصحابي كل نصيحه هبدا اسمعها هتخيل ان في عكسها هو الصواب صحيح لان البني ادم دايما الجين الاساسي بتاعه في التربيه هو بابا وماما اللي هو مراقبه زي ما اتعلم الكلام منهم زي ما بيتعلم السلوك احنا دايما لما نيجي نقول للاب عايز تربي ابنك مثلا على انه يعمل حاجه حلوه ما تقولوش روح ادي خير لا خده جنبك في العربيه صح. واعمل الخير يشوفك. قدامه عايز تقول له ما تكذبش ما تقولوش ما تكذبش لازم يبقى قدوه احنا برضو على فكره بننسى حاجه لو ما تشربش سجاير وهو السجاره في ايديه فاحنا دايما نقول ايه الزمن بيتطور
وكنت بتكلم مع الاستاذه اميره بره ان انا يمكن في علم النفس ابتديت انظر له من زمان قوي في منظور ان انا مش الكتب القديمه بس اللي نمشي عليها، لا احنا مع تطور الزمن والتكنولوجي والحاجات الجديده نفسيه البني ادم ابتدت تتغير ونفسيه الطفل ابتدت تتغير. يعني الطفل بياخد تربيه من بيته ومن بره، صحيح، من كذا مصدر بالظبط، والسوشيال ميديا طبعا بتربي معانا دي اساسي. طب يعني حضرتك عشان نلخص الموضوع، مع فكرة انه شركاء الحياة يبقى معهم الباسورد بتاع بعض، حضرتك قلتي ايه دلوقتي؟ شركاء حياة. الحياة انا معاهم ان هم ما يبقاش فيه، اصل اقول لك على حاجه، لما انا اعمل باسورد واقول لمراتي ما تمسكيش موبايل ومراتي تعمل باسورد تقول ما تمسكيش موبايلها، في حد ذاته ده هيزرع جوايا شيء من الفصل. انا مؤمن بان الاثنين لازم يمشوا جنبا الى جنب، شيء من الشك كمان، ولما انت دغري مش عايز تديني موبايلك ليه؟ بس غير حضرتك قلتيها اهو، مجرد زراعه نقطه الشك في حد ذاتها حتى لو مش موجود هيوجده، صحيح. طب ما نيجي يا جماعه نتفق ان احنا بنبني كيان واحد. انا دلوقتي الاوضه دي بتاعت حضرتك حط حاجتك فيها وهي قدامي مفتوحه، بس انا من سلوكي واخلاقي مش من حقي ان انا ادخلها. يعني ندي الباسورد ولا لا؟ ندي الباسورد بس نتفق على حاجه للطرفين. لو سمحت. طبعا. طب ليه بس ندي الباسورد؟ هقول لحضرتك هقول لحضرتك على حاجة زي ما بقول لحضرتك على حاجة، كل حاجة في الدنيا مقفولة بتفتح أبواب الشك حتى، صحيح. وإن لم يكن هناك شك. أيوة بس ممكن ده في علم النفس أنا كمان. يعني أنا أي حاجة متخبية بتفتح مجال للشك، ممكن تفتح مجال للشك وبتفتح مجال للشك والتفكير مع نفسي. هقول حاجة وحضرتك قول لي رأيك يا أستاذ زيد. دلوقتي لو أنا مثلا يعني مش معايا الباسورد، أو ما بقاش أنا شايفة إني ما بقاش معايا الباسورد، بس ممكن ساعات بتلاقي حاجات بتحتاج مثلا إيه، مثلا أنت بتعملي حاجة هو بيعمل حاجة، طب الباسورد إيه عشان فاهمة في حاجات معينة كده، لكن مش تبقى شرط معايا وشرط معاه. أنا مثلا يعني بشوف حاجة مهمة مثلا للأولاد، اني اللي هي عارفة فايند اللوكيشن دي، او انت تبقي عارفة ابنك فين او كده، دي مثلا حاجة مهمة، لكن ان انا شرط يبقى معايا الباسورد حضرتك مع ده؟ هو مش مشروط، هو زي ما الدكتور بيقول هو طبيعي، يعني الحياة طبيعية، يعني لا معاها الباسورد او مش معاها. طب هسأل حاجة وقولي بصراحة، مش هيأثر فيا، مش اكيد في جروب مثلا على الواتساب جروب حضرتك واصدقائك؟ ما هو انا عشان ابقى كلير معاها، احترام الخصوصية. ايوه ما هو احترام الخصوصية بالظبط. طب والست بقى زي ما ضربت لك مثلا، انا شايف غصب عنها سيكولوجيا ونفسيا، مش هفتح الواتساب الجروب بتاع اصدقائي. انا عايزة اقول لحضرتك في حاجات، في كلام رجالة مع بعض، زي هي نفسيا مش هتفتحه. نفسيا الست لو هي معاها الباسورد هي مش هتروح لموبايله اصلا، بالظبط مش هتفتح اصلا، ممنوع مرور، هتبقى مرتاح طول ما انت مش خلي عليا. انا عارفه في ايه، انا عارفه طبيب، مش كل الستات يا ايمان ازاي. طب انا اضرب لحضرتك مثل، لو معاكي باسورد مش لازم يبقى معاكي. انا عايز اضرب لك مثل، بص يا مدام بهاء، انا عايز اضرب لك مثل بسيط قوي هيوضح لك الصوره دي. حاطين بني ادم على خزنه مفتوحه وكلها فلوس، وما فيش ولا مخلوق ولا كاميرا ولا حد شايفني ولا اي حاجه خالص. كام واحد وكام نسبه في الميه مش هيجيله تصارع مع نفسه انه ممكن يمد ايده يسحب ورقه منها؟ طب. حتى لو هو مش حرامي طبعا، بالظبط. هو ده نفس فكره الباسورد، انا مجرد ما تكون الباسورد معايا بس انا محترم خصوصيتها. لكن انا لو عامل لنفسي باسورد هتبدا تفتح عني مجال هنا للعب الشيطان. ما انا هعمل اي حاجه ومحدش عارفها، اي حاجه في الدنيا. اصلا معلش خلينا نتكلم بصراحه، احنا مش كلنا انبياء طبعا، لكن انا لما ابقى عارف ان في سنسورشيب او رقابه ممكن تحصل هلتزم. طب لو انا مدي لنفسي احاطه وحطيتي حد كده مع خزنه ومفيش بني ادم شايفه، كام واحد في الميه مش هيمد ايده ياخد فلوس مع انه هو عارف ان مفيش حد هيشوفه ومفيش حد هيحاسبه؟ في ستات ساعات يا دكتور بتقول ايه، انه كل الرجاله عندهم حاجات مخبيينها، بس في فرق ما بين واحد اتعرف وواحد لسه. انت مع المقوله دي ما هي دي الفكره بقى، الخطا اللي بتادي اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه. هو الموضوع لازم يمشي بالتوازي. والله في رجاله دغري ورجاله زي انا كنت لسه هقول برضو يعني حاجه، انا عارفه دكتور الباسورد بتاعه مع مراته وهو دكتور دمه خفيف، بجد بتخش ترد على المرضى حتى لو نيتهم كويسه بترد غلط. ليه بقى؟ هي عارفه ان هو دمه خفيف، وان هو عارفه في دكاتره كده. فانا قصدي ان صح، انا مع استاذه مها في حته ان الباسورد ده مش عشان حتى
انا خايفه او هو خايف، ده حاجه بتاعتي. طب وليه ما نربيش المحبه والموده بيننا ان انا احترم خصوصيتك؟ انا مثلا مش ست بتاعت التكنولوجيا جدا. عشان مش بيحصل كده دايما، ما هو مش بيحصل كده، يبقى في خلل في العلاقه، مفيش ثقه على طول. حضرتك خلل في العلاقة. انا لسه اميره، حضرتك انا بحترمك واحترم خصوصيتك، وده اساس العلاقه والشراكه بيني وبينك. لكن انا طالما هشك ولو بنسبه 1% ان انا جوزي هيفتح موبايلي او انا مش عارف افتح موبايل مراتي وهي مش موجوده، ونبقى احنا الاثنين قاعدين خايفين كده، احنا فقدنا عنصر اساسي في الحياه. انا بقول لحضرتك في ست بتبقى معاها شنطتها، الراجل ما بيفكرش يمد ايده، هي الشنطه فيها قفل مش فيها قفل. عايزه اقول لك ان مستوى الراحه النفسيه والامان ان انا ابقى عارف ان الحاجه دي معايا وهي مطمنالي، انا من جوايا مش هملها، صح، ومش هيبقى عندي رغبه في فتح الموبايل. طيب استاذه، انا لسه هقول راي تاني، لسه هقول لحضرتك على حكايه الباسورد. وحضرتك بتسالني انا متزوجه ولا انا متجوزه، وانا مش ست بتاع التكنولوجيا او اكتب حلو، لكن التكنولوجيا، وزوجي مهندس. فساعات بديله الموبايل اقول له اعمل لي مش عارفه ايه، يقول لي الباسورد ايه، فاقولها له. يجي مره ثانيه، يجي مره ثانيه، لدرجه ان انا بقول له ايه حبيبي تحفظه، يقول لي ليه اخد جزء من نافوخي احفظ حاجه ثانيه وانا عندي ضغوطات؟ العكس بقى، الباسورد بتاعه هو معاكي؟ مش معايا وما طلبتوش. مؤمنه مفيش مره فار لعب كده خالص. عارفه ليه بقى مؤمنه بمقوله حضرتك اللي اكتشفتي بعد كده؟ انا اقول حاجه، لا خالص، اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. خلي المستخبي مستخبي. الله، عارفه ليه؟ ليه؟ وده برضو قلته في كتابي، هيبقى قدامك حلين، يا تاخدي موقف يا تعملي فيها عبيطه. مش كل الستات عندها رفاهيه انها تاخد موقف. ما هو ده قصدي، فهي هتفضل عامله عبيطه وهي عارفه. طب ما هي الثانيه، على مفاهيم. هو عشان كده خلي ما تدوريش بقى، خليكي بقى الثانيه على مفاهيم. لقيته متجوز وعنده ما شاء الله شيماء ورامي، عادي. لا بس مش واخده بالها هي. ما هي ليه بقى؟ هي طول عمرها شكاكه، وطول عمرها تقول له عايزه، يقول لها لا عشان هي شكاكه. فهي جابته بطريقه ثانيه خالص. طيب استاذ وليد، ليه دايما الستات من وجهه نظرك لما بتلاقي جوزها قاعد على الموبايل وقت طويل يبقى لازم بيعمل حاجه غلط؟ لا، هي غيره بس، مش بيعمل، مش لازم يكون بيعمل حاجه غلط. ما انا بقول لحياتك هو استخدامي واولوياتي للموبايل زياده عن اللزوم. في رجاله مستفزه بقى، تلاقي قاعده مثلا بتضحك قوي، فمثلا تقول له طب بتضحك على ايه؟ طب مش عارف ايه. لا بس دي ممكن تكون يعني بيلطف، يعني مش لازم يكون بيغزها، يعني بيلطف معاها مثلا ولا حاجه. لكن استخدامي للموبايل، مع الموبايل يا استاذ؟ لا انا برد على لا يعني مثلا تقول له مثلا يعني تلاقيه مثلا بيضحك قوي فما يرضاش يقول، مش عارف ايه، يتكلم او يرد او يعمل، يبقى ممكن نقطة على الجروب بتاعي بتاع صحابي، ما في يعني ما فيهاش مشكله، حاجه سهله يعني نتعديها، ما فيش مشكله. يعني انا بتكلم على التزامي بالموبايل على طول، هي دي المشكله الاساسيه. ان الموبايل ده اصبح حياتي، هو ده سبب المشكله الرئيسيه اللي بيعمل فتور في الحياه، حتى مع اولادي. يعني انا ببقى قاعد مع اولادي وكل واحد فينا ماسك الموبايل، قاعدين جنبي كل واحد ماسك. طب احنا يعني قاعدين مع بعض ليه؟ الحل ايه؟ الحل ان نحط اولويات. نحط اولويات زي ما الاستاذه بتقول، نحط الموبايل جنبينا ونعيش حياتنا عاديه. لما يوحشنا الموبايل بعد شويه، بعد ساعه اتنين تلاته، نبقى نشوفه. لو جات لي مسج، جالي تليفون، جالي ايميل، لان في برضو زي ما استاذه ايمان قالت، يبقى فيه في الحياه ترفيه. يعني نبقى امتى الحياه بتاخد شكل معين والموبايل بياخد شكل معين؟ ده لما الحياه يبقى فيها ركود، دي الاولويات. وزي ما حضرتك قلت، الست عليها عامل كبير جدا، وان هي الترفيه بقى. احنا للاسف يعني ان وقتنا انتهى، بس يعني طبعا عشان الاذان كمان، فيعني خلينا نروح. اشكركم شكرا جزيلا استاذه اميره وحضرتك واستاذ وليد، ونورتونا استاذ عبد الله. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا النهارده. ستات على الفجر. لسه مكملين مع حضراتكم. وستات ما عرفوش يكذبوا، بس بيعرفوا يتفوقوا، بيعرفوا يشرفونا دايما في كل المحافل. الحقيقة مجهود وتعب سنين طويلة عريضة كللها تكريم سيادة الرئيس ليها في يوم المرأة المصرية. احنا بنتكلم عن صانعة النجوم، الاسم الكبير في عالم السينما، دورها لا يمكن إغفاله في تطوير فن وصناعة المونتاج في مصر. ربت أجيال طلعوا من تحت إيدها، وطلع منهم أسماء كبيرة جدا وفنانين عظماء، لأن السينما كانت كل حياتها. قدمت للمكتبة الفنية كتير من الأعمال اللي رصدت كتير من مراجع ومصادر السينما، وهي كمان مؤسسة أول مدرسة لتعليم السينما عن بعد. ف
فقرة خاصة جدا جدا النهاردة منورانا ومشرفانا فيها ضيفتنا الجميلة الأستاذة الدكتورة منى الصبان الأستاذ بالمعهد العالي للسينما. أهلا بيكي منورانا وخطوة عزيزة. حلوة الجميلة دي، أنا مبسوطة منك. أنت جميلة عشان بتقولي جميلة. أيوة طبعا جميلة. أيوة. جدا والضحكة أجمل. بصي أنا بعتقد أنه أنا جميلة في أن أنا مستمرة أشتغل في السن ده، يعني أنا ما بطلت الشغل خالص. هضيف لك كلمة، بمرونة شديدة ومتابعة كل الجديد. لا وليه، لا وثانية واحدة، وليه تبطلي وحضرتك قادرة على انك ده؟ في ناس اول ما بيوصلوا 60 بيقعدوا في البيت. لا دول مش احنا مالناش دعوة بيهم. او في ستات قاعدين في البيت اوريدي ما بيعملوش حاجة. ايوه. فلا انا مش لما تبي توصلي 60 يا دكتورة. يعني حياتي كلها حتى لما بروح رحت بلاد تانية كتير، كل بلد بشتغل فيه من يوم ما اروح لغاية ما امشي وانا بشتغل فيه. يعني في بيروت انا رحت عشت في بيروت 21 سنه من 73 ل 94. انا كنت استاذه في الجامعه اللبنانيه، ايوه، رئيسه قسم المونتاج في التلفزيون اللبناني، بشتغل مع وكالات الانباء كلها، وزاره الاعلام بعتتني باريس قعدت 4 أشهر اعمل فيلم طويل مونتاج. طب انا عايزه ارجع بيكي للاول. انا قصدي ما بطلت الشغل حتى في اي بلد اسافر لها. عظيم يعني. جدا. هنرجع من البدايه خالص، ترشيح فول برايت ليكي، ولما رحتي هوليوود وقعدتي هناك، ثم ده الهمك بفكره دراسه السينما عن بعد هنا في مصر، وعملتي اول موقع ناطق باللغه العربيه لتعليم السينما عن بعد. بالزبط. التجربه دي كانت مهمه جدا. ايوه حقيقه. كلميني عنها. انا سنة 97 كنت كبيرة مش صغيرة، وطلعت الأولى في الفول برايت في الامتحان. أيوه. وهيبعتوني بقى، يعني ده الموضوع اللي أنا تملي اللي بحكيه لكم ده، تملي بقوله في أي برنامج بيستضيفوني فيه عشان أبين للطلبة بتوعي إنك لما تعوز تعمل حاجة هتعرف تعملها لو أنت عايز تعملها. صح. إنه سنة 97 لما هسافر بقى أمريكا، ابني مهندس كمبيوتر قال لي انت هتروحي تفضحينا هناك، ولا هتعملي ايه؟ انت ما بتعرفيش تمسكي ماوس، انت ما بتعرفيش تبعتي لنا ميل، انت طب خلاص انت علمني. افكرك بمشهد انا كنت عايزه اتعلم. فاكره لما مسك ايدك بالماوس عشان هو يعلمك؟ ده هو. وافتكرتي ساعتها لحظه ما كنت ماسكه ايده بالقلم عشان تعلميه الكتابه؟ انت جميله. هو ده بالظبط كده، هو زي ما انا علمته وهو عنده 6 سنين بالقلم الرصاص، هو علمني كمبيوتر وانا دلوقتي خبيره في الكمبيوتر. طيب يعني بشتغل بقى كمبيوتر بمنتهى السهوله يعني خلاص. المونتاج ده مهم جدا، او هو زي رمانة الميزان كده لاي فيلم. يعني لو المونتاج مش مظبوط، مش معمول بإتقان شديد، الفيلم ممكن يكون فيلم حلو قوي ورائع لكن يبوظ في ثانيه. ويبوظ تماما. ممكن تشرحي لنا كده، تشرحي لجمهور الستات اهميه المونتاج ده، او ايه هو فن المونتاج ده؟ لا انا هقول لك على حاجه دلوقتي. المخرج بيمر بعد ما بياخد السيناريو، بيمر بمرحله ابداع للقطات اللي هيصورها للفيلم اللي هتعبر عن السيناريو دي. أيوة. والمونتير يمر بنفس المرحلة الإبداعية، ولكن لأن المخرج بيبدع من الخيال، إنما المونتير بيبدع من اللقطات اللي ادها له المخرج. أيوة. ولذلك يعني مهم جدا. المونتير الشاطر بيبقى كتير جدا مخرج شاطر جدا جدا. والتملي بيتقال إن المخرج اللي أصله مونتير اهم بكتير من المخرج اللي اصله مخرج. ناس فاكره المونتاج ده قصه ولزق، الموضوع مش كده خالص. ده هي رؤيه و لا لا، قصه ولزق ايه؟ ده هو اللي بيخليه الفيلم يقدر يعبر عن السيناريو اللي قراه المخرج. ايوه. المونتير لما يرتب لقطاته بطريقه مظبوطه ويحدد طول كل لقطه على الشاشه وطريقه الانتقال من لقطه لقطه ومن مشهد لمشهد، هو القطعات نفسها بتحصل ازاي بالظبط؟ هو الايقاع، هو اللي بيظبط الايقاع الفيلم. زمان كانت المونتاج بيشيلوا اجزاء وبعدين بيجمعوا اللي فاضل وبيطلع العمل السينمائي او الدرامي. لا ده زمان بعد كده بقوا يعملوا حاجه لذيذه قوي اسمها الميكنج، فبدا اللي اتشال ده ما بيترميش بقى، اللي اتشال في المونتاج ده ما بيترميش. ممثل ضحك، حاجه وقعت عليهم، بيبتدي يجمع كل ده ويستخدمه كماده
بعد كده كجزء يعني على هامش يعني العمل بس نفسه. بس ده ما يهمناش في الفيلم الحقيقه. الميكينج ده ظريف ولطيف قوي بس ما بتحبوش؟ لا بالعكس ما احبوش. ليه؟ ده انا بقول للطلبه بتوعي دلوقتي في المدرسه وانتوا بتصوروا اعملوا لي ميكينج للفيلم بتاعكم. ممكن تكلمينا بقى عن المدرسه دي، فكره المدرسه. مدرسه السينما اللي هي اونلاين. هو الحقيقه انا مش عارفه ابتدي لكم منين، انما هي كانت مجرد بيبر قدمتها في مؤتمر في الجامعه الامريكيه ببيروت. ده الكلام ده يعني بعد انا ما 97، يعني انا كنت سايبه، لا ده 99 سوري، كانت 99 بعد ما سبت بيروت بكتير. فانا قررت ان انا اعمل البيبر عشان اروح اتفسح في بيروت، اسلم على اصحابي واشتري بقى ذهب ومش عارفه. انا عارفه بقى لي 21 سنه. ايوه. فاشتري كل حاجه انا عايزاها يعني. الحقيقه الاساتذه اللي حضروا المؤتمر هم اللي طلبوا مني بعد ما قلت البيبر انه لا اعمليه، خصوصا الفلسطينيين. قالوا لي احنا ما بنعرفش نطلع من بلدنا. وما عندناش تعليم سينما. وده هيبقى اونلاين رائع واحنا هنتعلم منه. أيوة. حضرتك طلعتي اجيال بالفكره دي. انا عندي شباب بيفرحوا القلب. تعب حضرتك ومجهودك والمشوار الطويل اللي كان فيه تحديات كتيره انا عارفه اكيد، في الاخر تم تتويجه او كلل بتكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده حاجه جميله. اللحظه دي كنت متوقعاها؟ ولما جت اللحظه كنت حاساها ازاي؟ اتكلمتي معاه؟ قلتي له ايه؟ قال لك ايه؟ ايوه ده السؤال ده. قلتي له ايه ده؟ والله مش اقل من 1500 بني ادم بعتوا لي انت كنت بتقولي له ايه؟ احنا بنحب نعرف. والله التكريم معانا على الشاشه اهو حضرتك. تكريم حضرتك. أيوة كنت بتقولي ايه؟ وبعدين له على صوابعي، ما يقولوا لي تقولي له ايه على صوابعك؟ ايوه ايوه ايوه. قلتي له ايه يا دكتور؟ لا وايه؟ ده انا قبل ما اطلع، اولا اول ما كلموني خالص اول مره قلت له انت بتهزر وانا مش فاضيه لهزارك ده. انت ما صدقتيش ان الموضوع ده الرئيس هيكرمك. قلت له بقول لك ايه، بطل هزار عشان انا مش فاضيه غلط. انا بعمل عندي شغل. فقال لي والله العظيم هتتكرمي والنعمه الشريفه الرئيس هيكرمك. قلت له مش مصدقك. يقول لي والله صدقيني صدقيني. المهم كانت مفاجاه مش معقوله. بالظبط بالظبط كانت مفاجأة جميلة زي ما كلموني يوم 1 يونيو 1921 وقالوا لي حصلتي على جائزة الدولة للتفوق في الفنون. الله. أنا قلت أنا خدتها. أنا ما كنتش مصدقة طبعا. 21 سنة 21. وبعدين قعدت بقى بلا تكريمات بلا تكريمات لغاية ما ابتدى تكريم الرئيس، وبعده باسبوعين تكريم مهرجان اسوان السينمائي. ايوه. فانا حتى في مهرجان اسوان قلت لهم ارجوكم اللي عايز يكرمني يكرمني قبل ما اموت، لانه عايزه المهم ان انا اتكرم وانا صاحيه وانا عايشه. أيوة ما تكرمونيش بعد ما اموت يعني. طيب في التكريم بقى حضرتك كنت بتقولي له ايه؟ وبتعدي بقى. ايوه قلت بقى بعد على صوابعي. انا قلت له قلت له بتعدي ايه؟ بتقولي يا ريس هو انت بتحب السينما؟ قال لي جدا. طب شفتي البساطه والجمال جدا. وبعدين قلت له طب كلنا عايزين نفطر معاك نعمل ايه؟ قال لي بصي خليها بعد رمضان على الغدا عشان انا في رمضان مشغول جدا. تمام. قلت له موافقين بس ما تنساناش. وبعدين بعد كده قلت له بقى إيه انا عايزه ادعمك يا ريس. قال لي ايه في ايه؟ قلت له انا عامله اول معهد سينما في العالم بالعربي اونلاين. ايوه. عندي شباب نوعين من المصريين، كنت بعدله بقى. ايوه. ان عندي نوعين من المصريين، نوع منهم ما يقدرش اجتماعيا وماديا ينزل القاهره يتعلم سينما في معهد سينما عندنا. كويس. لكن هيموت يتعلم سينما. كلهم شباب يا دكتوره منى ولا بتلاقي ساعات ناس عندها اصلي في لا انا عندي خريجه عندها عندي خريجه من عندي 77 سنه. ما لسه كنت أيوة. أيوة. ايوه طبعا اصلي. والنوع الثاني دلوقتي عماله تعمل افلام. النوع الثاني النوع الثاني كلهم معظمهم جابوا في الثانويه العامه مجموع كبير. فقالوا عايزين ندرس في معهد السينما. ايوه. فامهم وابوهم يا لهوي تدرس في معهد السينما وانت جايب المجموع ده كله؟ لا حرام طبعا. ايه تخش طب
وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. انا حصل لي خش هندسه اعمل اللي انت عايزه. بس درست سينما. معظمهم بكالوريوسات وليسانسات جايين يتعلموا السينما معايا. وبالذات الصيادله، عدد من الصيادله. يا سلام، اشمعنى؟ انا اخر مره في اخر امتحان بقول له يا ابني انت معاك بكالوريوس ايه؟ قال لي صيدله يا دكتور. قلت له يا نهار اسود، لا ده احنا لازم نعمل بروتوكول تعاون بيننا وبين الصيدله. صحيح. من كتر ما عدد بقى صيادله، مهندسين، اطباء كتير، محاسبين، محامين من كليه الزراعه. طب ليه في بدايه حياتك يا دكتوره منى رفعتي شعار بحب السيما؟ في بدايه حياتك كنت صغيره خالص. ليه؟ جا منين ده؟ جا من امي. امي كانت لما كنت اجيب مجموع كبير كانت تدخلني السينما، تقول لي سينما ولا اجيب لك عروسه؟ اقول لها لا سينما طبعا. يا سلام، دي كانت مكافاه. كنت بروح المكافاه بتاعتي ان انا اتفرج على فيلم. حتى انا فاكره ان هي مره وخدتني على فيلم انا الماضي. ايوه، بتاع فاتن حمامه وزكي رستم. أيوة. وكان مخيف جدا طبعا. وكانوا بيخوفوا فاتن حمامه عشان مش عارفه يجرى لها، انا مش فاكره قوي يعني. انما انا كان عندي حوالي يمكن 10 سنين حاجه كده او 12 سنه. طب ايه اللي خلاكي تحبي السينما كده؟ ايه الشغف او جات لك من كتر ما هي بتحب السينما. هي لو امي لو الله يرحمها لو ما شافتش فيلمين ثلاثه في الاسبوع يبقى اسبوع سيء جدا. فهي الحقيقه في السينما. اللي وبعدين كان لو مره راحت السينما وما كنتش انا معاها ترجع تحكي لي الفيلم بالتفصيل الله. يعني بس يعني. خلي بالك ان هي يعني اديتك مفتاح مهم قوي وقالت لك روحي يا منى. أيوة. ربنا يحب فيكي خلقه. ايوه صح، ده احلى دعوه كانت بتحصل لي يوميا. ايوه، ولما كانت تنسى مره وانزل جري عشان متاخره اطلع العربيه من الجراج تقف لي في البلكونه، ربنا يحب خلقه فيكي يا منى. الله. طب دكتوره منى، انت اشتغلتي افلام كتيره طبعا جدا، ايه فيلم اشتغلتيه كنت متاثره بيه ولغايه النهارده فاكراه كده؟ يعني كان عمل مثلا متعب او مرهق ليكي بس نجح نجاح باهر فكنت مبسوطه بيه قوي؟ بالنسبه لي انا مش ممكن انسى فيلم الليله الاخيره بتاع فاتن حمامه ومحمود مرسي. طبعا. ليه بقى؟ انا ساعتها كنت لسه متخرجه واشتغلت مع الاستاذ سعيد الشيخ كمساعده مونتير. ايوه. والحقيقه استفدت جدا. ليه بقى؟ لان كل ما احط الماتيريال على الميفيولا الجهاز القديم ده عشان الاستاذ سعيد يبتدي يعمل المونتاج يقعد يشرح لي هو احنا هنا هناخد اللقطه دي ليه يا منى؟ اقول له كذا كذا، يقول لي ممكن، يقول لي اه ممكن، يقول لي لا هناخد حاجه ثانيه. يعني هو كان كانه بيدرس لي. واخده بالك؟ فالفيلم ده انا مش ممكن انساه ابدا ابدا. زمان المونتاج كان اصعب بكتير من دلوقتي وكان بياخد ساعات وشغل كتير، النهارده اللي هو رقمي. اسهل واجهزه والموضوع بالكمبيوتر طبعا. حبيتي مين اكتر؟ لا اللي بالكمبيوتر طبعا اسهل. اوه بكتير. يوه. طب ممكن اسالك سؤال؟ انت عايزه اقول لك على حاجه بس. انت عارفه انه انا كنت بشتغل مع الاستاذ سعيد ان انا الزق اللقطات ورا بعض ارتبهم قبل المونتاج. وبعدين لازم نعرضهم قدام الاستاذ كمال الشيخ. ايوه. اللي هو المخرج والاستاذ سعيد. انت عارفه ان ممكن اي لزقه انا اعملها بين اللقطتين ممكن على الهيد بتاع الصوره اللي هي اللمبه بتاعت الصوره تقطع البتاع على طول. اللي انا عملته. فانا بقى اقعد اضحك، اول ما حاجه تتقطع اقعد اضحك. يا سلام. ما هعمل ايه طيب؟ بقعد نفسي بقعد. والاستاذ سعيد بقى كان عاقل جدا، بس هو كمال الشيخ قاعد كده وده هو قاعد كده بس يبص لي كده، هو يبص كده وانا اضحك زياده. لا طبعا ده طريقه المونتاج زمان كانت صعبه جدا. صعبه طبعا. بصي انا هقول لك على حاجه، عايزه بال طويل. من سنه 1895 ابتدت السينما. ودي طريقه الحرفيه بتاعتها بتاعت المونتاج. سنه 50 ابتدى التلفزيون. والتلفزيون كل همه
ان يشتغل بنفس الدقة بتاعت السينما. وطبعا ما وصل لهاش خالص. لغاية ما ابتدى الكمبيوتر يدخل على التلفزيون ابتدى بتوع السينما عايزين يتخلوا عن طريقتهم ويروحوا يشتغلوا زي التلفزيون بالكمبيوتر. طب انا هسألك سؤال شخصي شوية، هما سؤالين بصراحة. المونتاج ادالك ايه وخد منك ايه، او السينما بشكل عام؟ ده المونتاج اداني بصي التنظيم والالتزام في حياتك بشكل عام. طبعا طبعا طبعا. طول ما انت بتشتغلي في المونتاج وانت عندك تنظيم لاي حاجه، مش المونتاج مش الافلام، وانت في حياتك الخاصه كنت بتقعدي تعملي ايه وانت قاعده ساعات طويله قوي في المونتاج؟ كنت بتحبي تسلي نفسك ازاي او بتعملي ما تقدريش تزهقي. ما ينفعش، لو هتزهقي يبقى ما تشتغليش مونتاج. لانه بتاخد وقت، ممكن تدخلي الصبح تخرجي بالليل من الاوضه ما تحسيش بالوقت. طيب كمان إيه؟ نعم. اخد منك ايه المونتاج من حياتك؟ يعني عملت مجهود، طبعا عملت مجهود جدا. حياتك الخاصه اثر عليها اقصد؟ ما تقدريش يعني. بصي انا هقول لك على قصه، ما اعرفش الوقت هيساع ولا لا. اتفضلي. انه انا مره كنت في بيروت وكنت كان عيد ميلاد ابني، وابتدينا شغل في المونتاج الساعه 10 الصبح. الساعه 6 قلت للمخرج من فضلك ساعه واحده بس. ساعه واحده رحت جبت الجاتوهات والتورتات ورجعت البيت، فتحت الترابيزه بتاعت السفره، حطيت المفرش، حطيت الجاتوهات والحاجات دي وباي باي، ورجعت تاني المونتاج. رجعت الساعه كام؟ الساعه 5 الصبح. طب دكتور انا مره تانية معلش بس عشان ما انساش. لا طبعا. مره تانية بس ابتديت مونتاج الساعه 10 الصبح، خلصت يوم الاحد الساعه 9 يوم الجمعه. الساعه 10 الصبح يوم الجمعه خلصت يوم الاحد الساعه 9 بالليل. اقدر اقول ان ده اثر على علاقتك بابنك متوسط. وعلى علاقتك باسرتك وعلى لا لا حياتك لا لا الزوجيه. لا لا. كانوا متفاهمين. اصل هقول لحضرتك حاجه، اصل انا مخلفه صبيان فعينيا بقى مش هنا، لا ده هنا وهنا وهنا في كل حته. الحمد لله ابني ما شاء الله سفير في وزاره الخارجيه ما شاء الله، والتاني عنده شركه مهمه جدا في برمجه الابلكيشنز بتاعت البنوك والبورصات على الانترنت. محدش فيهم حب السينما؟ تخيلي محدش خدته. اصل السينما دي بس لما بيخشوا السينما بتقدري بينقضوا الفيلم بطريقه رائعه. لسه كنت هقول لحضرتك يقول لك بقى هنا مثلا الكادر ده عامل ازاي، هنا لا لا بينقضوها بطريقه جميله. الميزانسان هقول لحضرتك حاجه، انا جوزي الله يرحمه كان خبير في الاستراتيجيه الاسرائيليه العربيه العسكريه. هو مش ضابط، هو باحث استراتيجي، كان رئيس تحرير مجله مهمه قوي في الاستراتيجيه العربيه الاسرائيليه في بيروت. ايوه. فهم يعني الكبير ده بتاع السفير ده اخذ منه طبعا اكيد من كتر مناقشاته، والمكتبه بتاعته كانت رائعه وكده يعني. ايوه. والتاني بقى ما بحبهاش. طب ما فكرتيش خالص يا دكتوره منى ان انت يعني تبقي مخرجه او تجربي تجربه الاخراج؟ يعني اكتفيتي بس بالمونتاج لان في مونترين كتير اخرجوا بالظبط. بس انا الحقيقه ما ونجحوا جدا. لا بقول انا اذا اطلع الاولى في المونتاج وما اطلعش العشره في الاخراج. يعني طب ليه فكرتي متفوقة فيها كده؟ في المونتاج احسن ما بقى. طب لا طب ليه فكرتي فيها كده؟ ليه ما تبقيش الاولى في المونتاج والاولى في الاخراج؟ اصل هقول لك حاجه، انا الحقيقه كمان شغلني قوي ان انا لما رجعت من بيروت ورجعت على معهد السينما لقيتهم بيدرسوش تلفزيون خالص. فرحت للدكتور فوزي فهمي رئيس الأكاديمية الله يرحمه، الله يرحمه، وقلت له عايزة أجيب استوديو فيديو لمعهد السينما. واداني ألاف الاسترليني واشتريت فيديو كامل لمعهد السينما، وعلمت الطلبة اسمه إيه ده فيديو. ليه بقى؟ لأنه التلفزيون المصري كان مانع تعيين الطلبة بتوع المونتاج بتوع المعهد عندهم في التلفزيون عشان ما بيدرسوش فيديو. فانا فضلت احارب ورحت النقابه وتقابلت استاذ المهندس الله يرحمه محمود خطاب وقدمت شكاوي لغايه معهد السينما ما اشتغل في التلفزيون. احنا طبعا الاوقات الحلوه بتخلص بسرعه،
بس انا عايز اسالك سؤال اخير معلش. لا انا ممكن اخد الفقره اللي جايه ناخد معاكي العمر كده قعدتك على والله مش عايزين جميلك تمشي صراحه. طيب لو حياه حضرتك كده شريط حياه حضرتك كده قدامك وعايزه تعملي مونتاج تقصي مشهد تشيليه؟ لا ابدا مش عايزه ولا واحد ولا خمس دقائق غير انه جوزي مات لما جوزي مات غير كده لا مقتنعه وراضيه بحياتك كده كل حاجه بعملها باتقان. ما ده اللي انا بقوله للطلبه بتوعي انت لو قالوا لك اكنس البلاتو اكنسه باتقان يا اما ما تبتديش في الشغلانه مفيش حد كبير على الشغلانه لو انت مش هتتقنه ما تعملوش صح. انما كل حاجه بعملها بحاول اتقنها على قد ما اقدر و بالطريقة اللي لازم تتعامل بيها. دكتورة منى الصبان انت نورتينا واسعدتينا وابهجتينا. انا بس عايزة اقول حاجة ثانية واحدة. قولي. انا بدعي من عندكم من البرنامج المهم قوي ده بتاعكم انه تعالوا بقول للناس ادرسوا اللغة السينمائية. انا بدرس اللغة. انا مش بدرس الحرفية. أيوة. الحرفية بنعملها لما بنيجي نعمل مشروع التخرج. بس أنا بدعي كل الشباب اللي بيشتغلوا في قنوات وما درسوش اللغة السينمائية والتلفزيونية أنا جاية يجوا يدرسوا معايا أنا هاجي وبعدين بعد ما احنا بنمتحن في السيناريو إخراج وتصوير ومونتاج وصوت وبعدين بيعمل مشروع التخرج يعني الفيلم يعني لو حد بيشتغل مثلا وعايز يعمل ده عشان يتعرف على إيه هي لغة السينما أو فنون السينما أنت أونلاين وأنت إن شاء الله 4 الصبح تفتحي اقعدي ذاكري عادي وبيبقى في اختبارات مثلا كل فتره بيكي. انت بس تساليني لو في مشكله عندك اقري وبعدين انا شرحه كل حاجه بالمالتي ميديا اللي هي الوسائط المتعدده كل مصطلح وكل حاجه بكتبها بتتشرح بالصوره الثابته والصوره المتحركه والصوت والنص المكتوب ورسومات الكمبيوتر والله احنا فخورين بحضرتك بجد نورتينا دكتورة يعني انتوا لازم تيجوا تدرسوا معايا بجد احنا أيوة. نيجي سواء اردتوا او لم تريدوا يعني لا نريد نيجي نزورك ونشوف يعني ايه اخر بصماتك الجميله وابداعاتك شكرا وخصوصا ان احنا بقينا تبع اكاديميه الفنون كمان ده شيء عظيم يعني شهادتنا معترف بيها تماما ده شيء عظيم كده نورتينا وكل سنه وانت طيبه وخطوة عزيزة كلك ذوق والله نروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا ميعاد مهم جدا مع شيف محمود سعد واستاذه مها الصغير والعكاوي وانا بقى باي اشوفكم بكره ان شاء الله رجعنا لكم مرة تانية وفقرة المطبخ أحلى فقرة يا جماعة قدم فقرة الساحر أيوة فقرة المطبخ مع شيف محمود سعد وعاملين النهاردة عاملين طاجن عكاوي بتفاصيل ليها علاقة بمع الصغير صبح أسلم عليكم الأول كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الستات ما عرفوش يكذبوا في فقرة المطبخ الصبح اتصلت بمها قلت لها مها أنا عديت على الجزار جبت عكواية حلوة إيه التفصيلة الحلوة اللي انت بتعمليها عشان نوري كل اللي بيتفرجوا علينا النهاردة يعني إيه طاجن عكاوي على أصوله لمست عملت لمسة دخلت كده يعني موضوع كان لطيف يعني بصراحة الأسرار بتاعت مها الصغير هنقولها بعد ما نقول المقادير النهاردة في مطبخنا في مطبخ الستات ما عرفوش يكذبوا المقادير يجي تيجي نقول يلا بينا يلا بينا اقري المقادير طيب يلا اهي هتلاقيها على الشاشة حالا يلا قولي المقادير عكاوي بصل سمنة ملح فلفل جوزة الطيب مرقة دومي جلاس دقيق لورا حبهان وشوية رز حلوين بالشعرية عايز اقول لكم حاجه صغيره ان لورا دي بتاعت شيف محمود عشان ما بقاش فتاق وديميجلاس وديميجلاس ده بقى يعني بعد ما المقادير تتشال هقول لكم ديميجلاس ده بتاع مها قالت لي انا بحب الديميجلاس قوي وبعمل منه صوص بني حلو أيوة. قلت لها طيب ماشي هنبدا بصي بقى احنا اول حاجه احنا غسلنا العكاوي حلو قوي ايوه وبعدين سلقناها في حبهان ولورا وبصلها وشويه فلفل اسود انا هجيب الحله واجي لك الناحيه الثانيه اهو يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا ادي الحله الحلوه دي
وادي الكبشه الجميله، جوانتياتك الحلوه، المعدات بتاعت الشغل اهو. هنقفل ده، انت محضر لي الحاجه كمان. يا احنا سلام، احنا بنلعب ده مها يعني مها كل شاف لما شاف محمود يعني يبقى هو مع يعني اللي محضر لي الحاجه ده، انا يعني ايه محظوظه. بصوا انا الفكره كلها ان انا بعمل انا الاشاعات اللي بتطلع على مها، في اشاعات كتير جدا بتطلع على مها ان هي بتاعت باتون ساليه. لا خالص، وهي بتاعت كرواسون ومربى واورنجوس. لا والله انا في طشات وفي حركات، والنهارده عملنا شغل جامد قوي في المطبخ، وعجباني قوي الطريقه بتاعت الطاجن. يعني فيها لمسه، فيها لمسه فنيه حلوه. جاهزه؟ جاهزه، يلا بينا. طيب انا بس عايز قبل ما البس انا الجوانتي اوريكم بقى ايه شويه المرقه الحلوين، والعكوه ابتدت تستوي وطالعه، والبصل داب، وشويه المرقه ايه مزيكا. حلو الكلام. شاف محمود عمل كده، ممكن اقول ليه؟ قولي. عشان ايه؟ لما بنسلق العكاوي بيبقى احسن واسهل، وبتاثر علينا ايه الوقت. وعايز اقول لك حاجه مها، دائما الحاجات اللي فيها جيلاتين زي العكوه فيها جزء من الجيلاتين زي اللي موجود في الكوارع. انا ما بحبش انزلها على النار تتصدم. ليه؟ ايه الفكره؟ يعني الفلسفه بتاعت تشويح حته الستيك فنقفل الانسجه عشان العصاره تبقى جوه. ده مع اللحمه الستيك أوكي. مع العكاوي لا، انا مش عايز اقفل الانسجه، انا عايز الانسجه دي تبدا تطلع، والماده الجيلاتينيه دي تطلع وتمسكي حته اللحمه تلاقيها بتلزق في ايديك كده من الجيلاتين والحاجات الحلوه اللي فيها. انت قلت لي قطع لنا شويه بصل، وقطعنا شويه بصل وحطيناه على النار هنا مع شويه سمنه. ايوه، عيشي بقى حياتك، وريني بقى انت عايز تعملي ايه. امسكي اهو، هاتي دي، خدي دي، دي ما تقلقيش هي جرانيت. طيب احنا دلوقتي اهو حطينا البصل، هنا في السمنه، حطينا معلقه سمنه. اوكي، اقول لك على حاجه انا بعملها بقى في البصل والايه. انا هقول لك انا بعملها. بتحبي توم؟ انا ايوه، بنحط توم، اربع فصوص توم تقريبا مع بصلتين. ايوه، وادي البصلتين دول بس، يعني دول حوالي ايه، دول اكتر شويه، دول ربع قراط. تعرف لو جايبين بصل النهارده ده بيطلع المشتريات. انت استغليت بقى ان البصل رخص، ها بقى 5 كيلو. اه 100 100، انا لقيته جايبين لي شكاره بصل، وفي اتنين شايلين شكاره البصل. ايوه، ما هو رخيص بس ايه، انا هقعد اقشر. ماشي، احنا اقشر. طيب انا بعمل، انا هقول لك انا بعمل ايه وانت قول لي بتعمل ايه. انا باخد العكاوي اوكي، وبعملها مع، بقلبها مع السمنه وال اهو. يلا انا عايز تنفيذ. احنا جايبين مقادير وتصوير وكاميرات وبتاع، نقعد نحكي مع بعض، انت تنفذي. فين؟ طيب فين ايه؟ فين السمنه؟ اهي. ايوه يلا، ادي السمنه، خدي ادي معلقه اهي. بس خلاص لقيت ايه. يلا بسم الله كده، انا عايز تنفيذ. الفكره في العكاوي كمان يا جماعه، انا في ناس كتير جدا بيحمروا العكاوي زي ما انا ما بقول، بيحمروها، بيحطوها في الاول بيحمروها. ايه السر؟ مفيش سر حقيقي، مفيش سر. لا ليه مفيش سر؟ مفيش سر، الفكره في ان هي لما تتسلق تتغسل كويس جدا، وتتسلق العكاوي من الحاجات اللي في الاخر احنا عايزينها تتسلق وتستوي بشكل كويس. أوكي. اللي يقول لك بقى انا اصل انا بقفل عشان العصاره، العكوه ما فيهاش عصاره، العكوه فيها زي حته الموزه، زي حته الكوارع، مليانه جيلاتين وانسجه حلوه، عايزين الكلام ده يستوي كويس. ونمسك حته العكوه كده زي انا بقى بعملها، بقول احط معلقتين سمنه اوكي، ومعلقتين زيت. ادي العكوه اهي، بصي الكلام، بصي بصي التفصيصه دي. التفصيصه دي هي دي اللي انا عايزها. انسجه ايه بقى؟ انسجه ايه اللي احنا هنخبيه؟ بصي زبده، في زبده كده بتطلع، وانت هنا خلاص خدي الحته دي. يلا بينا. وخدي كمان الاكواه الجامده دي. بقول لك ايه، في هنا كان بقى الحته الصغننه الجميله دي، عارفاها اهي. وبعدين اوكي، انت بقى انا ببقى عايزاهم ياخدوا لون. ايوه، في حته ملبسه تاخديها. يلا بينا، حته ملبسه كده. بص حته ايه، حته دي مليانه بهاريز. اطلع، استنى اهي اهي اهي، خلاص طلعتها. استنى، في حاجات صغننه في الحته الصغننه الجميله دي. انا ما بحب بقى ايه نقعد بعد اهم حاجه يا جماعه في العكاوي لما احنا بنعمل كده، ان هي تبتدي تاخد ايه، نصبر عليها شويه، تبتدي تاخد اللون الايه، البني ده، الذهبي. طيب بتحطي حاجه عليها يا مها؟ بحط ملح وفلفل. طيب نحط رشه فلفل ورشه ملح الاول. ايوه، ورشه فلفل
ودي بقى رشه من عندي انا بتحب يحط جوزه بروفايت. ماشي. يبقى تفصيله مهمه عايز اشرحها وهي مها بتقلب استخدام الملح امتى واحنا بننظف الحاجات اللحمه او طيور، واستخدام الدقيق امتى، واستخدام الخل والليمون امتى. الملح هو ماده خشنه عامله زي رمل البحر، مجرد ان احنا نمسك شويه الملح ونحطهم على اي حاجه عايزين ننظف القشره بتاعتها فهي بتكحت خشنه، بتشيل ريشه او شعرايه من في اللحمه، بتنظف كويس جدا. ده سبب التنظيف بالملح. اما سبب التنظيف بالدقيق هو ايه يا مها؟ ان الدقيق بيمتص السوائل، فبنحط منه معلقه جوه الفرخه تمتص الدم اللي جوه، نحط منه معلقه واحنا بنغسل اي حاجه عايزين نمتص منها الدم. يبقى طب عندي سؤال، ليه دايما بيقولوا ان لما بنيجي بنحط الملح مثلا على اللحمه وكده انه بيقلل شويه في السوى، الانسجه بتلم شويه، الانسجه بتاعت اللحمه بتلم شويه، فيفضل ان احنا لو هنسلقها. طب اقول لك على سر من الاسرار، في السماش برجر او في اللحمه الستيك اللي بتشوي لازم تتبل الاول، بس هي ما بتلحقش، اما ما بتلحقش لان هي يا دوب بتستوي على طول، اما اللي بتتسلق الانسجه بتاعتها بتلم بسرعه. ها طيب احنا هنيجي هنكمل، هنروح لبريك بسرعه وهنيجي ونشوف العكاوي بقت عامله ازاي، وهنعمل الصوص هنا. ها استنونا وهنعمل صوص هنا حاجه عايزه. رجعنا لكم واحنا قاعدين اهو بنعمل لكم احلى طاجن عكاوي. الريحه الهدوم يعني احلى من البخور، البصل بالثوم مع السمنه البلدي مع لمسه الملح والفلفل وجوز الطيب، البصل دبل وخد وقته، والمرحله دي يا جماعه هي السر، صح يا مها؟ صح. دي بنصبر عليها على نار هاديه ونغطي عليها لحد ما البصل يدبل معانا تماما. في التوقيت ده بنعمل ايه بقى يا مها؟ نحط بقى معلقه دقيق. حلو الكلام اهو. ونقلب برضه معلقه دقيق. قلبي. ماشي نقلب ونحط معلقه برضو من الديميجلاس البودر. انا بس عايز اشرح لكم حاجه لكل اللي بيتفرج علينا، موضوع الديميجلاس. ايه الديميجلاس ده؟ فكره الديميجلاس في المطبخ الفرنساوي القديم كانوا بيجيبوا العظم البتيلو او الكندوز وكانوا يحرقوه في الفرن يدخل على نار عاليه فيطلع كل الالوان دي، تطلع يحطوا له بصل وجزر وكرفس واي بواقي في المطبخ خضار ويسيبوه يقعد يغلي على النار لحد ما يطلع معانا احلى مرقه لونها بني. يسيبوا الكلام ده يتركز كويس جدا لحد ما يبقوا شويه قد كده، بعد ما جالون قد كده يبقوا شويه قد كده. هو ده الديميجلاس، بيدوكوا له سنه زبده ورشه من الملح والفلفل علشان يدي طعم حلو ويعملوا بيه صوصات جميله. كويس يا مها؟ كويس جدا. عايز اقول لكم ان العلم تطور، فبقى الديميجلاس بيتعمل بودره من خلاصة الخضروات ومن خلاصة الحاجات الحلوة دي، فبقى يسهل علينا المجهود الكبير، صح يا مها؟ بيسهل علينا جدا، وبيعمل أول لون. حاجة لون اللي احنا بنموت فيه ده بيبقى مع الرز بالشعرية ما حصلش، كلنا بنموت في الصوص البني ده. أيوة. بعدين نحط بقى إيه بليز المرقة. الله. يلا يلا بصوا مدينا لون اهو، كان الأول ذهبي بعدين ابتدى ايه يدينا لون اللي احنا كده عشان الصوص عايزين يبقى حلو، اللي هو صوص ايه، براون صوص او الصوص البني. وده بيبقى حلو كمان جدا مع مش بس العكاوي، مع كباب الحله. مع كباب الحله بالبطاطس والبصل القورمه. ايوه. وعايز اقول لكم ان مرقه العكاوي دي قصه، تاريخ، حكايه، موضوع، موال. حاجة جميلة جدا مرقة العكاوي. ومن ضمن الحاجات الحلوة بتاعت مرقة العكاوي بالذات ان هي مرقة بقى جميلة وفيها بهاريز وجيلاتين وموضوع كبير. يعني انا بحب اكل بيها، يتعمل بيها ملوخية، يتسقي بيها محشي، يتسقي بيها طاجن بامية بمعرشتين كده. احنا جوعنا قوي قوي. طب بقول لك ايه، الطاجن بقى انا هساعد معاه وهي بتقفل. انت ده احمر هتجيبيه هنا طبعا. ماشي. والطاجن الفخار انا بحب احط في الارضيه بطاطس، ومها بتحب تحط طماطم، فاحنا هنحط بطاطس وطماطم عشان ما نزعلش حد. عشان احنا اللي هناكل في الاخر شويه رشه من جوزه الطيب
ورشة فلفل اسود ورشة صغيرة كمان من الملح مع اتنين تلاتة من الطماطم كده. نار نار يا حبيبي نار الحل. لا لا برافو عليك ست بيت والله العظيم ست بيت شاطرة. انا مش بختبرها، احنا بنساعد بعض وبنطلع نتيجة حلوة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة الحلوة مع اللمسة بتاعت مها الصغير في فكرة الديميجلاس والصوص البني الحلو ده. والله مش هت مش هتندموا ابدا. مش هتندموا لا ابدا ابدا. ونفسك في المطبخ الجميل بس كده. حلو الكلام. لا ناقص واحدة بقى صغيرة. ناقص واحدة اهي. واحدة. خدي ما حصلتش. خدي دي مني. امسكي دي. لا امسكيها بايدك. نار نار. بجد؟ مش سخنة؟ نار اهي ده البتاعة دي نار. كده. تعالي بقى دي الطاجن اهو. خدي يا مها. ابدأي بقى حطي هنا. ما تسيبي دي. في اصل في هنا حاجات برضو. يلا يا مها تتر هينزل. عايزين نسيبهم. يلا بينا. حطي ده بقى هنا. وبكده نكون خلصنا الوصفه وبنحط ده بقى كله في الطاجن. بس مها كان عندها سر من الاسرار. العكاوي انت لما بتحطيها على البصل بتسيبيها على النار قد ايه؟ بسيبها حبه حلوين. قد ايه وقت قولي؟ يعني مثلا نص ساعة؟ ساعه. ماشي نص ساعه. مها بتسيبها نص ساعه. تعالوا بصوا شويه الرز دول، حبه الرز الصغيرين دول. هنا في شويه رز بالشعريه مفيش ست بيت مصريه ما بتعملهمش. انا هاخد شويه رز يا جماعة. العكاوي حكاية. شوية رز. أنا رئيس يعني التحرير دايما بيقول عليا يا جماعة إن أنا بعمل شاي كشري ده آخري. وأنا النهاردة تحديت بقى وعملت عكاوي. يعني مش مثلا عاملة حاجة فرافيري. لا حاجة. تسلم إيديك يا مها. أنا معاكي وضد أي حد يشكك في ده. طبعا انا ما كنتش هعرف اطلع انت ربع ده من غير شيف محمود. ما كنتش هعرف اطلع. لا لا انت شاطره انت شاطره. انا فخور بيكي وبجد انت شاطره. بصوا يا جماعه الطاجن مع شويه الرز. انا عايز اوريكم بقى لقطه مهمه جدا جدا. هاتي دي كده. وده شكل الطاجن الجميل. وهعمل ايه بقى انا ورزقي كده. الله اهو تحت كده. يا سلام. وناخد العكوايه دي كده ونروح على وش الرز هنا مع شويه من الصوص اللي مها بتوصي عليه من اللي وصت عليه السيده مها الصغير كده. شويه الصوص البراون الحلوين على الرز بالشعريه مع البصل مع الحركات مع الديميجلاس. بجد بجد. وفي بطاطس ما تنسوش ان في بطاطس موجود تحت. طلع لنا بطاطسايه مها. طلع لنا بطاطسايه وعلى مهلك كده من تحت خالص. ايوه ايوه هاتي كده. يا سلام. ايوه بطاطستين كمان. ايوه كمان على وش الطبق بقى. والطريقه هتلاقوها على صفحه الستات ما يعرفوش يكذبوا والشرح بالتفصيل طول الوقت. وتسلم ايدك. تسلم ايدك. كل سنه وانتم طيبين كلكم المصريين كلهم بخير. ايوه طبعا. يوم حلو ويوم جميل معاك يا مها. ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده والستات ما يعرفوش يكذبوا خالص.